لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوراً ووسيلة ولهزله عزم لنا دفاق. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الثورة الغذائية كنوع من أنواع الثورات اللي بتحصل، ثورة في كل حاجة. ففي ثورة برضو غذائية حصلت وإحنا عايزين إنها تقوم لأن دي مردودها علينا إحنا. الثورة دي لازم نغير بيها حياتنا. التغذية أولا، يعني إحنا لو هنيجي نبتدي بيها هي دي يمكن أول حاجة ربنا خلقها في فطرة الإنسان. أول ما ربنا يعني أول ما بيتولد كده وبيشوف الدنيا أول حاجة بيبتدي بيها هو أنه يرضع، فدي أول حاجة بيبتديها في حياته قبل أي حاجة بيعملها تاني. بتبتدي التغذية من الوقت دوت اللي هي من لحظة الولادة. بعد كده بيتدرج الإنسان في عمره، ففي بينقسم لمراحل كتيرة جدا، ويعني بيبتدي ياخد تطورات معينة جسمه بينمو فيها. هو لو سمحت بعد إذنكم جزاكم الله خير، الأسئلة ممكن يعني أنا ممكن يعني عشان أقدر أتجاوب معكم فيها نخليها يعني إيه يعني شوية يعني هتكلم شوية واللي عنده أسئلة يقدر يسأل بحيث إن إحنا نقدر نوصل للي إحنا عايزين. اللي عنده استفسار بس أرجو إن هو يكتب السؤال بتاعه. تمام، جزاكم الله خير. فالتغذية احنا زي ما نقول بنبتدي أول ما بنبتدي فيها بنبتدي في مرحلة الرضاعة واحنا صغيرين خالص، بعد كده بنبتدي نكبر لغاية يعني ما ربنا كتب لنا حياتنا، فبنبتدي ناكل. ايه الأكل اللي بناكله وبناكل ايه وبناكل ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزين المحور اللي احنا نتكلم فيه، ازاي نخليها ثورة فعلا، ازاي هي احنا عايشين ايه صح وايه اللي مش عايشينه صح. في ربنا خالق سبحان الله كل انسان او كل حد كل مخلوق بيتخلق ربنا يعني سبحان الله بيتخلق على الفطرة. فان الفطرة دي ان حتى الطفل الصغير اللي لسه مولود بيبتدي يرضع وهو من غير ما حد ما يعلمه سبحان الله. لو جينا حطينا مثلا شفنا قطة او شفنا اسد شفنا خروف هنلاقي سبحان الله ده ليه اكل وده ليه اكل، يعني هو فطرته ان ربنا جعله انه يطلع يشوف ايه الحاجات يعني الحاجه اللي ربنا فطره بيها هو اللي بيسعى اليها وبياكلها. طب يا ترى احنا كده عارفين ولا لا؟ يعني احنا متشابهين معاهم عارفين فطرتنا، ولا احنا يمكن العلم بتاعنا بدا يخلينا يعني نفتكر حاجات صح وحاجات تانية غلط ونمشي في حاجات ونعمل حاجات وناخد اللي نفسنا فيه. عموما هو التغذيه بتبتدي معانا زي ما قلنا من بدري. اللي هيبتدي بقى نتكلم فيه هنخليها مرحلة شوية في الدراسة. في مرحلة بتكون قبل الدراسة اللي احنا بنبتدي مثلا الأمهات بتحط أولادها في حضانة فتديلهم أكل يكون معدادة مثلا أو كده، بتعلمهم طريقة أكل معينة. بعد كده بينتقل لمدرسة في ابتدائي، بعد كده متوسط وثانوي، بعد كده بينتقل لمرحلة جامعية، وممكن بعد كده يعني هي بتبقى على مدار حياتنا، بس احنا حاولنا ان احنا نخليها في الدراسة. جزاكم الله خير. يا ريت الأسئلة فعلا نخليها عشان اقدر لو في اي حاجة يعني اقدر اجاوب عليها تكون يعني شوية كده اصبروا عليا فيكم. طب ايه هي التغذية المتوازنة؟ التغذية المتوازنة دي اول حاجة تكون متنوعة. سبحان الله احنا لما ربنا خلق لنا يعني مش سنان بس نقطع، مش قواطع بس، خلق لنا سنان قواطع، خلق لنا انياب عشان نعرف ان احنا وقت ما ناكل برضو ما ناخدش حاجات تتقطم بس، لا حاجات ناكل فيها زي الحيوانات الضارية اللي هي بتاكل اللحوم، نقدر ناكل اللحوم كويس، نقدر عندنا ضروس طواحن بنقدر نطحن بيها الاكل، فنبقى معتمدين في اكلنا على اكتر من نوع. سبحان الله ربنا حاطط لنا ايه، مش كل المخلوقات اللي ربنا خلقها كده. يمكن شفنا سنان السمك ليها مختلفة عن سنان القطة غير سنان الخروف، كل سنة وانتم طيبين. يعني هتلاقي سبحان الله ربنا خلق لكل واحد طبيعة لأن كل واحد ليه طبيعة أكل معينة. فاحنا ربنا خلق لنا تنوع في أشكال السنان، ولذلك يتنوع أشكال الأغذية. والأغذية عندنا ليها
اشكال اتقسمت لثلاث حاجات، في اغذيه بناء وفي اغذيه وقايه وفي اغذيه طاقه. اغذيه الطاقه اللي هي بتكون زي النشويات زي الدهون، الحاجه اللي بتديني طاقه. طيب اغذيه البناء زي ايه؟ اغذيه البناء اللي بتبني الجسم وبتعوض دايما اللي هي زي البروتين. طب في اغذيه تانية اللي هي اغذيه الوقايه، الاغذيه الوقايه دي بلاقيها اكتر في الخضار والفاكهه. طيب يعني انا جسمي محتاج ان انا ابني، ما ينفعش ابني من غير ما اعمل وقايه للجسم ولا طاقه، افضل اكل لحوم وابني، لا ما الجسم مش هيقدر يجيب فيتامينات حتى يستخدم البروتين ده. طب في طاقه هيقدر ياخدها؟ الطاقه انا ممكن اكل اللحوم دي تتحول لطاقه، لو زادت اتحولت لطاقه عندي عن طريق مسارات في الجسم كده معينه تروح محولها لطاقه. طيب بعد ما تتحول لطاقه دي يعني بيبقى فيها نواتج التخلص بتاعها بتكون اصعب كمان من ان انا لو خدت مصادر الطاقه من الطاقه بتاعتها اللي هي النشويات او الكربوهيدرات والدهون. طب واغذيه الوقايه؟ اغذيه الوقايه دي لا غنى عنها باي حال، لا غنى عنها باي حال، اللي هي الخضار والفاكهه. والانسان ان ما خدهاش بيحصل له مشاكل كتيره جدا جدا. طيب من الغذاء المتوازن من مواصفاته برضو ان هو يكون كافي، يعني يفيد جميع حاجات الجسم. الجسم محتاج يبني اسنان، محتاج ان هو يبني عظم، محتاج ان هو يبني الخلايا الهرمونات بتاعته، محتاج ان هو يبني الضوافر، يبني الجلد، كل ده محتاج فيتامينات. طب انا الفيتامينات دي بيجيبها منين؟ بيجيبها من حاجه واحده؟ لا يعني انا سبحان الله ربنا خالق اللبن، اللبن خلقه ربنا غني جدا بالكالسيوم، وسبحان الله فقير جدا في الحديد. طيب ده هيسد لي حاجه؟ مش هيسد لي، يعني انا ما اقدرش اعيش حياتي على اللبن بس. طيب انا لو جيت حياتي خدت مثلا لحوم بس، اللحوم بيكون فيها نسب ضئيله جدا من الكالسيوم، فمش مش هتسد معايا، مش يعني مش نسب ضئيله يعني باختلاف، بس انا قصدي ان اللحوم بيكون ليها مصادر ثانيه يعني بتشبعها، فيتامينات زي فيتامين دي مثلا زي الحديد، بتبقى غنيه جدا بالحديد عن الالبان او كده. فدي حاجات بتختلف، فانا محتاجه اخد لبن، محتاجه اخد لحمه، محتاجه اخد نشويات، ومحتاجه الحاجات اللي جواها الفيتامينات اللي جوا الحاجه ديت، محتاجه الزنك عشان ضوافري عشان صوابعي عشان ذكائي، محتاجه الفيتامين سي عشان خاطر صحه الخلايا والبشرتي تبقى كويسه واللثه ما تنزفش، محتاج فيتامين الف عشان جلدي وعشان خاطر عينيا، محتاج فيتامين د عشان عظمي، محتاج فيتامين ك عشان خاطر جسمي اما يبقى فيه مثلا اي تعوير تبقى يعني تلم بسرعه وكده. طيب الحاجات دي الجسم بياخدها، ممكن بياخدها وممكن مش بياخدها، بس يعني الشائع ان احنا بناكل سد الدهون، مش بناخد حاجات مفيده. طيب في حاجه بتقول لي ان مفيش في الطبيعه كلها اللي ربنا خالقها طعام متكامل، فانا لازم اكل من كل حاجه وانوع من كل حاجه ربنا خالقها، فمفيش اكل فيه كل الحاجه يعني فيه كل حاجه. والحاجه دي احنا ممكن نبقى نلاقي الاكل اللي فيه كل حاجه ده ان شاء الله من ندخل الجنه يعني ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا ننتقل للسلايد اللي بعدها، الغذاء المتوازن اللي هو في عندي اتقسم لهرم. الهرم دون بيقول لك ايه اللي انت تاخده. يمكن احنا لو بصينا دلوقتي معايا في السهم، انا لو انتوا السهم واضح عندكم ثواني احاول اوضحه لكم، يمكن احنا شايفين هنا في السهم القاعده بتاعه الهرم الغذائي، القاعده دي مليانه ايه؟ مليانه نشويات ومليانه بقول ومليانه حبوب دي ومكرونه ورز، دي القاعده بتاعتها، يعني دي اكتر حاجه الجسم محتاجها. بعد كده بيليها في الهرم في الفاكهه والخضار، دي اللي بعدها على طول، يمكن حتى لو احنا خدنا بالنا نلاقي الفاكهه يمكن اقل شويه كمان من الخضار. الفاكهه بيبقى فيها نشويات اكتر، الخضار بيبقى فيها يعني نشويات وما بتديش سعرات حراريه عاليه لان فيها الياف اكتر. طيب بعد كده في اللحوم وفي الالبان، شايفين الهرم ده ماشي ازاي؟ يعني عندي هنا الفاكهه يعني مش بالضبط النص بتاع المثلث من تحت، لا في عندي يعني جاي شويه قليل اقل شويه ناحيه اليمين، والخضار اكتر، واللي بعد منه اللي هي اللحوم والاسماك والبيض والفراخ الدواجن، ويعد منها برضو الاجبان، يعني الاجبان تعتبر من مجموعه البروتين،
او مجموعه اللحوم وبدائلها لان بيبقى فيها بروتين. طيب على الناحيه التانية في اللبن اتعمل له برانش لوحده، يمكن واحنا صغيرين كان اللبن ده هو الهرم كله، احنا دلوقتي لما كبرنا لا هو خد مرتبه ثالثه يمكن شافها. بعد شويه نلاقي ايه في الزيوت والمكسرات، المكسرات هي تعتبر يعني على تصنيف انها مصدر بروتيني بس عشان الزيت اللي فيها هم حطوها في قمه الهرم، زيت عاليه قمه الهرم هم حاطينه ليه؟ يعني جسمك محتاج شويه صغيرين، محتاج شويه صغيرين جدا منهم مش محتاج كميات كثيره، فيها زيوت فيها سمنه اللي هي الزبده قصدي، فيها مكسرات يعني بيبقى فيه هرم تاني بيبقى باين فيه السكريات البسيطه اللي هو زي السكر بتاع الشاي اللي هو دون، الحاجات اللي هي البسيطه بقى للانسان يعني الزيت ده ناتج استخلاص حاجات، استخلاص بذور، والسكر ناتج استخلاص اللي هو البنجر خضروات مثلا او قصب، يعني ناتج استخراج يعني الاكل اللي احنا بناخده يعني بيدخل يكون دخل خلال عمليات صناعيه كثيره. طيب فايه هو الحاجات اللي احنا محتاجينها نشوفها في الغذاء المتوازن؟ لازم يكون في نشويات، لازم يكون في خضار فاكهه البان لحوم ودهون، يعني لازم تدي الجسم بالحاجه بتاعته بصوره كامله. طيب خلينا بعد كده نشوف ايه اللي معانا. معانا بعد كده عايزين نقول ان الهرم ده تم توزيعه عشان يفهمنا برضو احنا نعمل ايه، قال لنا ان احنا ناخد كميات كتيره قوي زي اللي تحت ما هو موجود، بعد كده نطلع الكميات دي هتكون اقل فاقل فنتجنب بقى، انما احنا عندنا مشكله ان الهرم بتاعنا بيبتدي من هنا. يعني انا عندي الزيوت هي اللي بتبقى تحت، الزيوت والسكريات والدهون والاكل كل الحاجات اللي هي ملهاش قيمه غذائيه، يعني يمكن دي بتدي طاقه بس القيمه الغذائيه بتاعتها ضعيفه، يعني مش فيها مغذيات عاليه. فاحنا اللي عندي ده الزيوت والسكريات هي اللي تحت هنا، ده اللي حاصل فينا اللي احنا بنعمله وده اللي احنا عايزين نظبطه. الاحسن من كده بقى اللي هو الميه، الميه دي مهمه جدا جدا جدا، سبحان الله يعني توجد في دراسه ان الانسان يقدر يعيش 73 يوم من غير ما ياكل، بس الميه يعني يعني 73 يوم من يعني من غير ما ياكل، بس يعني الميه دي اساسي عندي. المهم طبعا الميه دي اهم حاجه لان الواحد ما بياخدش باله في الميه ويعني ما بينتبهش. انا اعرف جسمي محتاج ميه ازاي؟ اولا اعرف ان جسمي محتاج ميه، يعني مثلا يقول لك خد 8 كوبايات او خد لتر ونص، لا انا في حاجه تخليني اعرف انا جسمي محتاج الميه ازاي. لو حد قلم عايز يكتبها يكتبها، مش عايز يعني يعرف هي ازاي. اولا بجيب وزني بقسمه على 8، يعني لو حد وزنه مثلا 80 كيلو بيقسم وزنه على 8 يديله كام؟ هيديله 10، ال 10 دول هيبقوا مقدار الكوبايات الميه اللي انا محتاجها في اليوم. طب الكوبايه دي قد ايه؟ الكوبايه دي 240 مللي، 240 مللي اللي هي كوبايه الشاي او مج الشاي الازاز اللي احنا بنشوفه دوت، يعني الاربع كوبايات يدوا لتر كويس. او ممكن انا لو عايز احسبها بالملي اضرب وزني اللي هو ال 80 كيلو ده اضربه في 30 فهيديني عدد الملي بتاع الميه اللي انا اخده، هيديني 2400 اللي هو لو احنا قسمناهم هيجي بالظبط الايه ال 10 كوبايات اللي هم لترين ولترين ولترين وشويه، هو هيديني عدد الحاجه اللي انا محتاجها في جسمي بالظبط ايه. الهرم برضو تم تعديل فيه على مدار الوقت وعلى مدار الزمن. هنا الميه دي اهم حاجه لازم يعني نهتم بيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الميه دي بيمصها مص، سبحان الله يعني، ودي يعني لو حد كمان عايز يتربي او عايز حاسس نفسه عطشان يمص الميه، يعني لو قدرنا حتى ان احنا ناكلها يعني انا قصدي ان احنا نخليها نتناولها ببطء شديد، لان في ناس بتبقى مثلا عطشانه لا تمسك الميه دي تشرب على قد ما تقدر من غير مثلا ما تقعد او كده، فده ممكن ياثر ان بيعمل زي تشك في الجسم كده، بياثر على الجسم بيبقى مثلا دافي الاجزاء اللي شغاله في الجسم جوه مثلا المعده والكبد والحاجات دي بتبقى ليها درجه حراره، طب لما بيجي يحصل ان الواحد يشرب ميه او ميه ساقعه كده مره واحده ده بيحصل اذى، فانا احسن حاجه ان انا اتنفس على 3 مرات وابتدي اخد كاني بمصها
لو انا مش عارف ممكن كمان الناس اللي عندهم اولاد صغيرين بيبقى مهم جدا كمان يا جماعه ان احنا نجيب زي مصاصه نحطها فيها او الازاز اللي بيبقى فيها غطا كده مختلف شويه بحيث تخلينا نقدر نمص الميه، دي بتكون كويسه جدا وهتخلينا وتشجعنا ان احنا نشرب ميه. ولو انا مش متعود اشرب ميه ابتدي، ما اقولش انا مش حاسس ان انا مش عطشان. لا على فكره الميه علاج لحاجات كتيره جدا، يمكن ربنا قال في كتابه وجعلنا من الماء كل شيء حي، هنلاقي حاجات كتيره في حياتنا بتعتمد على الميه. لو احنا مجرد ان احنا شربنا هنلاقي في يعني ممكن مشاكل، ممكن حد يبقى قاعد مصدع او عنده انتاج بسبب بس انه مش عارف ان هو عطشان ومش بيشرب الميه اللي هي بتاعت حاجه جسمه. طيب المقادير اللي هي بتاعت الاكل الاساسيه لكل يوم بتختلف في السعرات الحراريه، يعني لو هنبتدي للاطفال الصغيرين خالص اللي هم قبل سن المدرسه بيبقى حوالي يعني الالف او الف وشويه، بعد كده بيبتدي الانسان اما بيدخل في مرحله المراهقه فلازم اللي هي الطفوله المبكره والمراهقه بيبتدي لازم يسد احتياجات جسمه دي. فالصوره دي موضحه شكل الهرم بس بطريقه مختلفة شوية من ناحية ايه؟ من ناحية ان هو يعني بدل ما مخليها بالعرض مخليها بالطول عشان تقدر تشوف الحجم بتاع المثلث قد ايه؟ هتلاقي المثلث اللي هو على ايديك الشمال ده بتاع النشويات هتلاقيه عالي تخين قاعدته كبيرة، بعد كده بتاع الخضروات يعني شوية اقل، بعد كده الفاكهة اقل، الالبان ومنتجاتها يعني اديك شايف الالبان ومنتجاتها ليها قاعدة اهي، طب واللحوم والبقوليات اهي ليها قاعدة. فنبتدي لا ولازم كمان اقول لك لازم ده مع النشاط والحركه، يعني انا مش هقعد اكل اتغذى وبس، لا احنا ربنا خلقنا في الدنيا نتحرك، لقد خلقنا الانسان في كبد، الراحه دي مكاننا هناك ان شاء الله باذن الله لما ندخل الجنه. ولازم يكون في تناسب بين الوجبه الغذائيه والنشاط البدني، يعني ما ينفعش انا اقول انا احتياجي في اليوم 1600 سعر وجسمي كده وانا اصلا طول اليوم قاعد مش بتحرك. ال 1600 دول هيبقوا ممكن يعني يغطوني ويخليني كمان تخين. طب واحد تاني ممكن ال 2800 دول يبقوا ايه؟ يبقوا حاجه بالنسبه له قليله لانه بيبذل نشاط وبيبذل حركه وبيروح وبيجي كتير. ديا كان شكل وتقسيم للي هو الهرم الغذائي بصوره كانت واضحه. وده الشكل الهرم الغذائي الجديد وبيبتدي يعرفنا ايه هي الحصص اللي احنا بناخدها، يعني ايه الحصص؟ يعني انا المفروض في اليوم مثلا اخد قد ايه رز، المفروض اخد قد ايه خضار، فاكهه، حبوب، زيوت، يعني انا عايزه افهم الترجمه بتاعه الاشكال دي الشكل دون الشكل بتاع الهرم ده انا ابتدي اخده ازاي، يعني افهم المثلث دون اكله ازاي، يعني المثلث لا يعني يبتدي يقول لك هنا الكميه بتاعتك، يعني مثلا لو واحد مثلا هيكون هنخلينا في 2000 سعر مثلا، 2000 سعر هيحتاج حوالي 170 جرام حبوب لو حوالي كوبايتين ونص، لا معذرة 170 جرام حبوب اللي هو ال 170 دول الكوباية يعني لو احنا قلنا ان هي معيار فالكوباية بتبقى نص حصة، يعني انا احتاج مثلا فيها بتاع حوالي 7 حصص، ال7 حصص بتاع حوالي نص كوباية رز مصري او هما بالظبط 3 معالق او 4 رز او 4 معالق مكرونة. طب تعالى في الخضروات، الخضروات دي انا ممكن اكلها محتاج منها حصص، الكوبايه بتكون لو هي خضار طازه بتكون كوبايه او ثمره متوسطه، لو خضار مطهي بيكون نص كوبايه. طب والفاكهه، الفاكهه بتبقى نص فاكهه بتكون فاكهه متوسطه او 3 معالق سكر، يعني تخيل ال3 معالق سكر يديك الطاقه بتاعت فاكهه متوسطه بتاعت تفاحيه مثلا او حاجه. طب وانت لما تاخد التفاحيه احسن ولا تاخد السكر اللي انت بتحطه على الشاي؟ لا طبعا اهم حاجه انك تاخد الالياف، الالياف دي بتبقى مكنسه للجسم من كل الامراض اللي ممكن تتخيلها او لا تتخيلها، وبتخليك تحس انك شبعان، انما السكر هتحس على طول. يعني احنا معانا عنوان ورا كده ايه الحاجات الكويسه للمخ وايه الحاجات اللي هي ممكن تخلينا نكون مبسوطين او تنعشنا اكتر، فمن اهم حاجه اللي هي الفاكهه. طب وبعد كده الزيت والدهون، الزيت والدهون دول تبقى المعلقه الصغيره فيها سيرفنج، الواحد يعني بيحاول انه يتجنبها واسمها مجموعه خاصه جدا والانسان ياخد منها قليل. طب الاقي فين الزيت والدهون دي كتير؟ الزيت والدهون كتير دي ممكن الاقيها اكتر في الزبده او في المايونيز، الشوكولاته، في الحاجات دي هلاقي فيها بتبقى كميه دهون عاليه قوي، ويا ريت حتى الدهون دي تكون مفيده. يمكن لو انا مثلا تخيلنا ان احنا هنعمل هرم للامراض اللي ممكن الانسان بيلاقيها في حياته، فهيلاقي قاعدتها كلها بسبب الدهون اللي مش مفيده، الدهون الضاره للجسم.
فالدهون لو هي على نوعية كويسة يفضل الإنسان يتناولها، ولكن برضو بشكل ضئيل يعني مجموعة، لأن في دهون أنا بشوفها وفي دهون غير مرئية تبقى في حتة اللحمة، حتى لو حتة اللحمة دي كلها حمراء ممكن تلاقيها بتحمل نوع من الدهون غير المرئية خالص. بعد كده منتجات الألبان في الغالب بنكون محتاجين حوالي 2 لـ3 كوبايات حصة، 3 يعني كوبايات، اللي كوباية حصة في اليوم. طب أنا مسكت كوباية زبادي، إحنا اتفقنا الكوباية بتاعتنا اللي هي عاملة زي كوباية المية 240، طب أنا مسكت كوباية زبادي، كوباية الزبادي دي تبقى نص حصة، ما أجيش أقول أنا شربت أنا أكلت كوباية زبادي النهاردة كفاية، لا أنا جسمي محتاج اللبن. طيب بعد كده في غذاء غني بالبروتين اللي هو ممكن هيكون عندي في اللحوم والأسماك والبيض والحبوب وزبدة الفول السوداني. احنا قلنا ان دي او المكسرات عموما بتكون حاجة للدهون وحاجة برضو للبروتين، فدي يعني البضاية بتكون عندي حصة، انا محتاج ممكن 3 حصص في اليوم كويس، البضاية بتبقى حصة. طب لو انا خدت نص كوباية عدس حصة، نص كوباية فول ادي حصة كويس، اخد حتة لحمة قد راحة الايد ادي كده تعتبر حصة. ما اغفلش برضو النشاط الجسمي ليا ان انا ابتدي اتحرك، انا مش طالب ده، يمكن انا ده مدخل معايا عشان خاطر نبتدي ندخل هي الحاجات اللي بتبتدي بقى تخلي الواحد يبتدي يتاثر في مراحل حياته الاولى قبل ما يبتدي الدراسه. اول حاجه من الطفل اول ما ربنا بيخلقه كده حاجه بيضه، حاجه يعني على الفطره خالص قوي، بيتاثر باي حاجه وباقل حاجه، فالحاجات اللي بيتاثر بيها دي ممكن تفضل معاه طول حياته. يعني احنا لو شفنا مثلا حد كبير تيجي تقول له مثلا دوق حاجه يقول لك لا انا ما دوقتهاش قبل كده، يبقى التنشئه بتاعته بترجع من وهو صغير. مش معنى كده ان انا ابتدي مثلا من اول ما الطفل يتولد ابتدي ادوق كل حاجه، زي الناس مثلا على سن على 40 يوم تبتدي تاكل اولادها اكل مش مناسب تماما، ما فيهوش اي فايده غير الناس تقول لك انا عايز اعود ابني ان هو يتعلم ياكل، بتدمر له جهاز المناعة عشان خاطر يبتدي يعلمه ازاي ياكل. الحاجات دي لو احنا ابتدينا نشوف ايه الحاجات اللي بتأثر في تغذية الانسان من اول ما يعني بيكون حاجة كده بيضة صغنططة او حاجة يعني على الفطرة خالص، اول حاجة بتكون الجهل، ان الناس ما بتبقاش فاهمة، فاكرة مثلا انها لو دوقته حتة فسيخ هو لسه صغير او خضار مثلا او حاجة فيها زي ما صلى على سيدنا محمد فيها لحوم او صلصه يبقى هي كده يعني فادته كويس. فممكن الام تدي حاجات للطفل قبل ما يبتدي جهاز الهضم او جهاز المناعه يبتدي يتكون اصلا، فيبتدي يأذيه ياثر على جهاز المناعه يحصل له حساسيه طول حياته بسبب كده. طب في ايه تاني؟ في توفر الاغذيه اللي هو مدى توفر الاغذيه، في بلاد مثلا عندهم الاكل بتاعهم ذره فبيحصل عندهم مشاكل بنقص عناصر غذائيه، فبيحصل عندهم اعراض على جلدهم بسبب انهم مش بياكلوا اكل كامل. في ناس بتعتمد في حياتها على الرز، في بلاد كده كويس، في ناس يعني لو احنا حتى خدنا بالنا الاولاد الصغيرين خالص كده اللي تلاقيه تلاقي كمان شعره اصفر، شعره اصفر ده واحنا بنفتكره حاجه حلوه، لا ده ما بيبقاش يعني عامل صحه، ده بيبقى اصلا الطفل ده عنده نقص في البروتين اللي بياخده بسبب انه مثلا تكون الاسره فقيره او كده، فبياكل الحاجات نشويات وسكريات وكربوهيدرات كده يعني، فبتخليه ان جسمه الشعر ده بيفقد الصبغه بتاعته بسبب ان مفيش بروتين كافي. طيب ايه تاني؟ احنا قلنا في المحرمات الغذائيه، بتختلف بقى المحرمات الغذائيه دي من حد للتاني. لو قلنا مثلا في ناس مثلا بيبقى عندها مثلا اللحم معين زي لحم الخنزير مش بياكلوه، في ناس تانية بتقول لك لا انا ما اكلش لحم البقر، اللي هي مثلا بتبتدي يقول لك الانسان ده نباتي، دي بيبقى حاجه ربنا خالقها، انا فاكره كده، لا هو حاجه مش ربنا خالقها، انا اعرف ايه اللي ربنا خلقه، اشوف سناني في المرايه عامله ازاي اعرف انا ربنا خالق الفطره سليمه ازاي. يعني في ناس بتحرم حاجات، المحرمات اللي هي من عندهم ولا المحرمات دي تبعا لديانه مثلا. في ناس مثلا بالنسبه لها زي ما قلنا الخنزير حرام، في ناس بالنسبه لهم ممكن الكحوليات حلال، فبتختلف ايه الحاجات دي بتبتدي بناء عليه، بيبتدوا مثلا يدوروا الاطفال من هم صغيرين اكتر. سن الفطام عند الطفل في اللي بيبتدوا من سن بدري قوي
يمكن كمان شائع نسمع الأسر تقول إن الأولاد عندهم بيبتدوا يقسطموا بيقسموا نفسهم، يمكن ده السبب إن الطفل ما بيبقاش يعني ملخبط بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية، فبيستسهل فبيروح سايب صدر أمه، فبيبتدي ده بيأثر على حياته بعد كده، بيبتدي يظهر على أسنانه، على صحته، على مناعته، على عقليته، بيظهر على حاجات كتيرة جدا جدا، لأن عمر ما هنقول اللبن الصناعي زي اللبن اللي ربنا خلقه، استحالة في حاجة فمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يعني سبحان الله، يعني اللبن الطبيعي بيختلف في مكوناته وفي مناعته وفوائده عن الصناعي بألف مرة، غير بقى ان التاني ممكن يحتمل يلوث، احتمال انه يأثر على الكلى بعد كده، يسبب مشاكل تظهر في فترة، سبحان الله العظيم. يعني عمل الأم ممكن الأم تبقى مثلا بتشتغل، فإما بعد اللبن بتاعها إما تحضره للطفل بصورة قبل ما تبقى ماشية مثلا تروح شغلها، أو إنها في أمهات مثلا بتعصر اللبن اللي عندها في صدرها وتديه للطفل، أو إنها تدي أكل لده تخليه يعني تقول له ده الأكل بتاعه، فالأكل ده ممكن يكون كويس أو ممكن يكون مش كويس أو يكون باظ، فالأكل ده ممكن تكون بتعتمد على أنواع معينة فيه، فيجي الطفل يكون اتعود على الأنواع دي أجمل لها، يعني ممكن يكون بناحية سلبية أو ناحية إيجابية. طيب الحالة الصحية للطفل، في أطفال بتبقى عندها حساسية ما تقدرش إن هي تاكل ألبان طول حياتها، ممكن الحساسية دي تنشأ بسبب سلوك خاطئ أصلا عند الأم، إنها بتبتدي تغذي طفلها غلط. كويس، خلينا احنا بقى في الحاجة اللي تخصنا شوية أكتر والمهمة، اللي هي وسائل الإعلام، اللي احنا بقى لو ابتدينا قلنا نبتدي إن احنا دي مسؤوليتنا أكتر، وسائل الإعلام اللي بتبتدي تروج للحاجة اللي هم عايزينها، الحاجة اللي دافعين لها فلوس والحاجة اللي عايزين المكسب بتاعها، فبيبتدوا ان هم يروجوا لحاجات هم عايزينها، بعد ما بيروجوا للحاجات دي كل اللي عليهم ان هم محتاجين الفلوس بتاعة الناس، وشكرا احنا ما نعرفش انتوا فين، ولا عايزين نعرف ان كنتوا ناس مريضة في مستشفيات في اي مكان، ده شيء يخصكم انتوا، احنا اللي يخصنا المال واحنا ده اللي وصلنا له. تجهيز الطعام، ناس بتبقى يعني تخيلوا كده لما حد يجي يروح مستشفى عند حد او حاجة، او حد يجي يعزم حد على اكل ويكون عامل له سبيرش فيه، بيبتدي يقول له ايه ده اكل المستشفيات ده، واصلا ده الاكل الصحي مثلا بس انا ممكن مش متعودة عليه، فابتدي بعد كده ارفض الاكل ده. طبيعة تجهيز الطعام مختلفة، لو جينا رحنا الفلاحين نلاقيهم مثلا بيعملوا البامية ويكا، هنا يعملوها بامية بالصلصة، في ناس تعمل القلقاس تحمره، في ناس تبتدي تعمله اللي هو القلقاس عادي، فبيختلف طبيعة تجهيز الطعام، ودي بتأثر برضه بعد كده. أنا أتعود إن أنا أحط يعني في يعني في يعني تفكيري إن أنا ممكن أتذوق حاجة وأحاول آكل الأكل الصحي. وهبقول لكم حاجة حلوة أوي في الحتة دي، تأثير الأصدقاء، إن أنا دلوقتي شفت صاحبي جايب شيبسي، هي تحب أجيب لك معايا؟ أه طب يلا تعالى هات اتنين، نبدأ من الجامبو. أنا بتكلم على الحاجات، على البطاطس المقلية أو السناكس أو أي حاجة عم. طب وكنز، هي تحب كنز؟ أه تمام يلا يلا يلا، هو ده اللي بيبقى ماشي، واللي حاصل ده بيأثر على الإنسان بعد كده طول حياته. طيب الاحتياجات الغذائية عندي بتكون ليها أكتر من حاجة، أولا الطاقة دي اللي هي بتكون حصيلة النشويات والبروتين والدهون. طيب عشان أنا في مرة سمعت حد بيقول للتاني كده، بص أنا هديك برشامة، البرشامة دي أنت هتاخدها هتحس إن أنت يعني مش هتاكل أكل بقية اليوم. قال له إيه دي؟ قال له دي فيتامينات، إداله فيتامينات. الفيتامينات عندي والأملاح المعدنية ما بتديش طاقة، المية ما بتديش طاقة، دول بيساعدوا الدهون والبروتين والنشويات ان الجسم يبتدي يستفاد بيها، فحاجه زي كده حاجه غلط تماما تماما، وممكن كتر الفيتامينات دي تدي سمنه. احنا اللي بنعمله بناكل اكل فيه طاقه ما فيهوش قيمه غذائيه، ما فيهوش الفيتامينات والاملاح المعدنيه، المغذيات فيه ممكن تنعدم، السكر الابيض ده ما فيهوش مغذيات اكتر منه بيديني طاقه بس، وطبعا الكربوهيدرات احسن منه ايه؟ احسن منه ان انا اخد قطعة فاكهة هتخليني شبعان صح، وهتخلي فيها ألياف وفيها فيتامينات، إنما السكر مش فيه. طيب إيه تاني؟ أنا ممكن الحاجات اللي أنا اللي هي بتبقى عالية في الطاقة قوي قوي وبتبقى ما فيهاش يعني مغذيات، هي دي اللي موجودة معظمها أكل السوق. يعني أنا مهتمية جدا إن أنا أخلي فيه توازن بين
المغذيات اللي هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون، وده الطاقة اللي طالعة منهم، ما يبقاش أكلي فارغ القيمة الغذائية. خلال مرحلة الطفولة المبكرة بيبتدي الإنسان بيتعلم ويفضل دون معلم معاه بقية حياته، وده مهم قوي ان هو يحصل على احتياجاته الغذائيه الكامله، لانه لو ما خدهاش ما ينفعش اجي اقول انا اديله فيتامين وابقى كده خلاص الاكل ما فيهوش فايده. على فكره يعني بالظبط كده، تخيل انك معاك قفل ومعاك مفتاح، والقفل ده خدت من المفتاح بتاعه، ايه اللي هيحصل؟ انت يعني هتبتدي تدور على اي مفتاح تاني يفتح القفل، هتجيب مفتاح هيبتدي يعصلك معاك، ممكن يبتدي يعني تلاقيه عمل بس بالعافيه وممكن المفتاح يطلع مكسور. صح، الفيتامينات اللي ربنا خلقها بتختلف بالظبط عن الفيتامينات المصنعه. الفيتامينات المصنعه دي بتكون حاجه بنحاول نشبهها بالطبيعي، انما ربنا خلق الطبيعي بيركب وبيستفاد الجسم منه اقصى استفاده، بعكس الحاجات الصناعيه امرها يعني بنحاول انها تركب، وممكن لو كانت كمان مش فيها مش تم تصنيعها كويس بتبتدي تعمل مشاكل للجسم وتأثر على أعضاء تانية بعد كده. فأنا أهتم جدا بالموضوع ده عشان ما يحصلش سمية، يعني الفيتامينات مش قيمتها حاجة عالية ومش حاجة كويسة. أنا أتجنب سوء التغذية إن أنا آخد الأكل السليم، أبتدي بقى ألم بالأكل السليم ده عن طريق عادات غذائية سليمة بتكون دوام بتخلي الوزن بيزيد. أنا ما أهتمش إن أنا أحشي وزنه، احشي نفسي بالوزن ومناعتي تبقى واقعه، لا انا يهمني انها عناصر غذائيه تتربى سليم وعلى الفطره وكويس، واخد اكل فيه قيمه غذائيه بشكل محبب. مثلا لو انا عندي لو انا شفت حتى طفل معايا في الاسره او كده ما اقولوش لا لازم تاكل كذا، احط الاكل قدامه واسيبه مره اثنين ثلاثه بحطه قدامه كذا، هتلاقيه بعد كده يعني ان شاء الله حتى بعد سادس مره ان شاء الله بعد اسبوع هياكل. طب خلينا نرجع تاني للحاجات اللي هي مهم ان انا ابقى واخده بالي منها. الاكل اللي هو بتاع الجنك فود، اللي هو الاكل السريع اللي انا باكله بره، انا بستعيد بيه، بستعيد بيه ليه؟ ويا ترى هو استعاده كويسه؟ انتوا ايه رايكم؟ ويا ترى هو فعلا بيخليني ابقى مبسوط وشبعان ولا ايه؟ عايزه اعرف رايكم كده. لا يسمن ولا يغني من جوع. طب بنجيبه ليه طيب؟ ليه هيثم؟ ليه بنجيبه هيثم؟ نجرب طعم طيب ولا ايه؟ ولا بنعمل زي اصحابنا؟ احمد بيقول شكله حلو تمام، خالد بيقول انه مش صح، مجرد احساس بس انك جعان بتكون عايز تاكل اي حاجه قدامك تمام. طب ما هي دي احسن لحظه انك تاكل الحاجه المفيده، طعم مختلف عن اكل البيت. طب وهيفيدنا بايه يا نور هنا ان طعمه مختلف ممكن بعد كده ياثر معانا؟ خلينا نشوف الاكل دون اسمه فاست فود. الفاست فود دون يعني كيلز يأكل. يمكن زمان لو رجعنا زمان لو حد منكم يعني لو مثلا بابا او مامته قال له احنا ما كناش بنشوف الحاجات اللي بتتباع دي انا اللي كل فين وفين، والاكل ده ما كناش بنشوفه. يمكن كمان اللي كانوا اكبر شويه كان مثلا نجيب كيس الشيبس ده نحوش في العيد عشان نجيبه مثلا، اللي بعد كده يعني ما نشوفوش الا في العيد. بعد كده مثلا الناس اللي كان بعد كده اللي جم بعديهم بقى يجيبوه في الاسبوع مثلا مره، اللي جم بعديهم بقى ياكلوا اكل صحي مره واحده في الاسبوع، يجي يقول لك ماما عملت لنا بطاطس محمره، اللي كان زمان هو اللي بيتعمل مثلا يعني لو قلنا بطاطس هو ده الاكل اللي احنا متعودين على اكل البيت، انما اكل بره هو ده اللي بيبتدي يقتلنا ليه؟ يقتلنا ازاي؟ احنا بناكل ايه في وجباتنا اليوميه؟ وجباتنا اليوميه دي فيها فوائد وفيها اضرار. الفوائد اللي بنوصل ليها في وجباتنا اليوميه يا ترى بتقدر تغطي على الاضرار اللي انا ممكن اشوفها منها؟ ده اللي انا عايز اعرف، ولا انا اكتفي بالوجبات دي لان مجرد ان انا شبعت، ايه اللي انا اعمله؟ ايه اللي انا استفاد بيه؟ طيب
الاكل بتاعي دون. انا لو جينا سالنا مثلا انا يوم رايحه المدرسه محتاج اخد ايه معايا، هنقول لك اه الاكل الصحي يحتوي على خضار وفاكهه ولبن وبروتين وتبقى واخد نشويات. طيب تعالى دلوقتي نروح المدرسه، هنلاقي نقطه في المدرسه او الكانتين بيقدم لنا حاجات عكس دي، بيقدم لنا المشروبات الغازيه، بيقدم لنا الحلوى، بيقدم لنا السناكس والبطاطس اللي هي الشيبسي او الحاجات دي. طيب الجسم بيتضاعف، بيتضاعف نموه وفي مرحله خطيره جدا. مفيش حد في سن الدراسه، يعني مثلا مش هنقول سن الدراسه ده هو السن بتاع الناس اللي بتعيش في مرحله الشيخوخه، لا ده بيبتدي معانا من واحنا يعني في الكي جي، او ما كانش في اطفال بيبتدوا بعد كده فتره الدراسه ده بيقعدوا في حضانه قبل ما يبتدوا يوصلوا للمدرسه والجامعه او يعملوا دراسات حتى بعد كده، يمكن عايشين معظم الوقت بره. طب عايشين معظم الوقت بره، تعالى قول لنا انت بتفطر ما بيفطرش كويس، بتتعشى ما بيتعشاش كويس، ايه اللي عملته؟ ايه اكتسبت عادات غذائيه مش سليمه. طيب لو احنا جينا شفنا الاكل الصحي دون، الاكل الصحي فين؟ الاكل الصحي ده بيعمل لي ايه؟ يا ترى لو البني ادم ده تعب بيقيه من الامراض فعلا ولا بيسبب له ايه؟ لا ده ممكن تلاقي انسان مليان، هو احنا لو عندنا مقياس السمنه مثلا زي زمان هو المقياس اللي بيخلينا نقول البني ادم ده كويس وصحته سليم، بقى دلوقتي مقياس مرض، بقى عنده سوء تغذيه، الرفيع بقى سوء تغذيه، ما هوش سمنه ولا رفع، بقى ان الجسم قادر يقي نفسه من الامراض ولا لا؟ طب انا قدرت اقي نفسي من الامراض ولا انا اتسببت لها بامراض تانيه؟ انا عملت ايه؟ الانسان لو ما لقاش يعني الجسم لو ما لقاش عنصر او اكثر من الحاجات اللي محتاجها بيبتدي يتحامل على نفسه، لغايه اما بيصرخ طرخه جامده بيبتدي الانسان يقع بيها. ده اللي سمعنا فيه وده اللي شفناه يمكن في امراض كثيره جدا وظهور امراض ما كناش نسمع عنها زي السرطانات والحاجات دي، ربنا يعافينا ويعفو عنها. طب تعالى نشوف ايه الوجبه الغذائيه اللي احنا المفروض ناخد الوجبه الغذائيه. كان زمان يقولوا لنا في حاجه اسمها فطار وغدا وعشاء، طب بعد كده اما كبرنا وما بقيناش عارفين ولا فين الفطار من غير غدا من العشاء مع اختلاف مواعيد نومنا. طيب الفطار دون انا انا باكله، طيب باكله باكله صح؟ طب انا بغطي احتياجات جسمي؟ طب احنا عايزين نعرف ايه اللي انا المفروض اكله. تخليكم معايا ويا ريت دماغكم تكون يعني مستوعبه قوي ايه اللي هنقوله، لان الحته دي تعتبر يعني ايه من المضمون اللي عايزين ان احنا كلنا نبقى مستفيدين فيه في المحاضره دي. احنا بناكل الصبحيه اكل، في قال لي انا باكل مش عارفه مش كاتب اسم مش عارفه اقراه، بيقول ان هو بياخد شاي وساندوتش 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 عيش. في بيقول الشغل فتره طويله ومش باكل لغايه ما بروح. في بيقول باكل وجبه واحده كبيره. طيب بناكلها انت؟ طيب بناكل الوجبة الكبيرة دي امتى؟ بناكلها لما بنرجع من الشغل ولا بناكلها الصبح؟ بالليل كالعادة. طيب حور بتاخد تمرات وماء، بارك الله فيك. هو سؤال، هو الأكل همبرجر في العشاء مضر؟ عايزين نعرف الفطار هيكون مضر ولا لا يا عبد الايه؟ عبد الحكيم اعتقد، عبد الحق. انا عايزه اعرف يا ريتكم، يعني انا لو بسالكم الهمبرجر حلو ولا لا انتوا هتفتكروا ايه؟ حد يفيد. طب يا ترى الاكل ده ياثر عليا؟ يعني انا لو كلته مثلا هبقى مبسوط، هحس ان انا سعيد؟ كنت بتاخد شاي وعيش وزيت، ايه بتغمس زيت؟ زيت بتغمس زيت يعني فيه؟ لبن وزيت في الصبح. طيب الفطار بيخلينا جوع اكتر في الكلية، صح صح يا نوريان، فعلا الواحد اليوم اللي بيفطر فيه بيجوع اكتر، ليه؟ عندك تفكير؟ كويس.
طيب انا دلوقتي تعالى نشوف الفطار عندي المفروض يلبي ربع احتياجات الجسم من الطاقه بتاعته. يعني مثلا لو قلنا ان حد هيكون في كليه زي نورهان كده، فمحتاج انه يلبي حاجه جسم ده. لو انا بتحرك يبتدي مثلا، لو انا حركت بسيطه تبتدي من 1800 لو بنت في كليه لغايه توصل ل 2200، الولد يبتدي من 2000 مثلا ل 2400. طب ايه الحاجات دي انا اقدر اخدها منين؟ اقدر اخد الوجبه بتاعتي دي وهتكون كافيه؟ خلينا نشوف دلوقتي ايه اللي خلينا وايه اللي بيأثر معانا في الوجبات، وانا المفروض اكل هاكل يا ملاذ اكل يعني مره واحده، ولا مره واحده كبيره كده، ولا اكل اكتر من مره، وايه الصح؟ طب خلينا نقول ان الفطار ده يعتبر من اهم حاجه، ليه؟ بيبتدي من الجسم بعد فتره نوم، الانسان بيبقى نايم فتره طويله بيبتدي يصحى، السكر بتاع الجسم بيبقى محتاج انه يعوض السكريات اللي هو عملها، السكريات اللي بذلت منه في فتره النوم. سبحان الله، يعني ربنا بيحيي الانسان تاني، فبيبتدي الانسان يعني محتاج ان هو يبتدي بقى عشان يتنشط. احنا حتى الصبح نقول ايه؟ الحمد لله الذي احيانا بعد ان اتانا واليه النشور. بيحتاج يعني يذهب في حياته، يعني في كل حته ربنا كاتبها له ينبت فيها يسع فيها. طيب انت دلوقتي الصبحيه جسمك محتاج يعوض السكر ده، بتيجي تعمل ايه؟ تقول لا انا يعني حد كده زي نورهان تقول لك انا مش هفطر عشان خاطر ايه الكليه هتخليني اكون جعان اكتر، فبلاش خليني زي ما انا كده كاني طيب. فيبتدي بقى الجسم ياخد من الحاجات اللي عنده. اولا انا لازم اعرف ان جسم يعني ربنا خالق له قوانين، انا القوانين دي غيرتها انا ليه؟ ايه اللي حصل عندي؟ يا ترى هتمشي القوانين زي اللي انا غيرتها ولا زي اللي ربنا خلقها؟ انا مثلا بصحى كل يوم الساعة 5، المغرب بتبدأ من الساعة كام؟ هيبقى 5 دلوقتي ما. كويس؟ يعني معنى كده إن الشمس هتغير مع الوقت يعني استطاعها وهتطلع في الوقت اللي أنا عايز أصحى فيه؟ لأ، في سنن ربانية ربنا خلقها. بالظبط كده، الجسم ليه سنن ربانية خلقها. الصبحية بيبقى الجسم بيبتدي يحرق حرق عالي جدا من الأكل، بيبتدي يحرق الحرق اللي محتاجه يشتغل بيه بقية اليوم. طب ما يلاقيش الحرق ده بيبتدي بعد كده يقل الحرق بتاعه، يعني يجي بعد كده حد زي ملاذ ياكل بالليل يحصل ايه؟ ده ممكن يحصل معاه تخنه، غير انه ممكن يسبب امراض. كان زمان نسمع ايه؟ افطر كملك، اتغدى كامير، اتعشى كفقير. الجسم ربنا خلقه سبحان الله، في ايه حتى موجوده سبحان الله يعني بتبين الموضوع ده، ان الله عز وجل اما جه خلق الانسان خلقه مش خلقه هباء، وخلق له قوانين وخلق له حاجات سبحان الله تخلي الانسان ده ممكن بعد كده لو هو عايز يهتدي هيهتدي. عشان كده ابتدى قال له ايه ربنا؟ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ايش جاب الزينه؟ ايش جاب المسجد؟ ايش جاب كلوا واشربوا مع وقت واحد؟ سبحان الله دراسات اكتشفت ان مع وقت يعني مع كل اذان بيبتدي فيه حركه هرمونيه في الجسم بتتغير مع اللحظات دي، فبيبتدي الجسم يعني الوقت دون بتبقى فيه نقله عنده زي عقرب الساعه مثلا بيبتدي يفك تكه ثانيه، التكه دي بتبقى نقله ثانيه بس مع الخمس قروض. فعشان كده ربنا جمعها بين كلوا واشربوا ولا تسرفوا معاها مع كل مسجد عند كل مسجد سبحان الله. يعني اول ما تسمع اذان ولو حتى معاك تمرايه بسكوته كده اي حاجه زي يعني زي حور مثلا تبقى معاها طن روح واخداه وسبحان الله تبتدي تتغذى بيه في الوقت ده. اللي عنده على فكره دي على فكره بتصلح مسارات جامده جدا في الجسم، ولو في انسان حتى من الناس اللي هم بيبتدي تظهر عندهم امراض، الامراض دي يمكن سبحان الله بدات تتعدل مع تظبيط الجسم للاوقات دي. يعني انا لو جيت على وقت الفجر خدت لي وصبحت مثلا بسبع تمرات زي الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي احسن حاجه، احسن حاجه السكر اللي فيها مهيئ جدا ان الجسم يبتدي يمتصه باسرع حاجه سبحان الله. ابتدي اخد بعد صلاه الشروق بعد صلاه الفجر كده وقبل الشروق اخد او عند الشروق اخد السبع تمرات دول، دي احسن اكل يبتدي للجسم بعد فتره نوم لو خدت معاها لبن كويس جدا جدا جدا. يعني
بعمل تكامل الجزء، بس انا ما خدتش وجبه كامله جدا، لان انا جسمي محتاج اكتر من حاجه كامله. نبتدي نشوف ان الجسم في الفتره دي بيبقى عايز يعوض مستوى السكر بتاعه. طب انا لو خدت اكل فيه سبارتي بروتين هيخلي، زي مثلا بروتين وسكريات نشويات، زي مثلا قلنا تمر ولبن، هيبتدي الجسم بعد كده يقعد ايه، يقعد حوالي 4 ساعات بعد الوجبه دي يعني مستوى السكر فيه كويس. طب انا رحت واكله بسكوته بس، او حته يعني عيش، او حاجه ما فيهاش يعني حاجه نشويات، خدت شويه رز مكرونه بس كده، هيبتدي الجسم يقعد من 2 لـ3 ساعات بالكثير السكر بتاعه مظبوط. ده هيأثر لي على ايه؟ هيأثر لي على مستوى التركيز، هيأثر لي على مستوى الاستيعاب. فانا ده بيختلف على حسب نوع الطعام. فانا مهم الفطار ده يلبي لي ربع احتياجات الجسم. لو قلت لك اتغدى في الفطار يبقى احسن. عبد الحق بيقول الصوت مش بيوصل. طب ليه؟ ممكن في مشكلة عند حضرتك في الصوت، مش عارفة. طيب خلينا بعد كده الغدا دون يعني في الناس دلوقتي بدأت، ان عشان معظم الوقت بره ومقضيين الوقت في المواصلات، نايمين في المواصلات كمان عشان خاطر المواصلات بقت صعبة قوي. فنلاقي ان في ممكن كل حد كان زمان الأكل ده بيتجمع الأسرة كلها مع بعض في وقت الغدا. طب دلوقتي وقت الغدا بقى كل واحد ليه غدا غير التاني، وتلاقي كمان معظم الاسر يعني لو في حد عنده اطفال يروح ايه ومديله الاكل عشان يلحق يجري يلعب، يعني مش حتى بيصبر عليه، لا مفيش حاجه من دي. الاكل بقى ممكن نقول لك طب تيك اواي، او نطلع ناخد دلوقتي في محل من المحلات اللي هي السندوتشات الجاهزه، او نجيب اكل من بره عشان خاطر مش فاضيين، يبقى نروح ننام، ونلاقي نروح ننام اكلنا برضو مش اكل صحي ولا اكل مفيد. طب كان زمان كده، يعني زمان كده كانت الناس بتتغدى ايه؟ زمان كانت الناس بتتغدى عيش، لحمه، تاكل سلطه، تاكل يعني بروتين، يعني مش لحمه لحمه، يعني لحمه سمك فراخ، تاكل رز، تاكل مكرونه. فيبقى وجبه نحاول انها تكون متوازنه. انا ما قلتش الفاكهه، ما قلتش الفاكهه ليه؟ لان الفاكهه سبحان الله لو انا خدتها مع الاكل بتبتدي تخزن الجسم مش كويس، تخزن في الجسم مش كويس. طب لو انا خدت الفاكهه بتاعتي دي قبل وقت الاكل بتخلي الجسم يستفاد جدا من المصادر بتاعت الفيتامينات والحاجات اللي في الجسم، وتبتدي تهيئه ان هو يبتدي يستفيد بكل عنصر ربنا خلقه. وحتى ربنا ذكرها وفاكهه مما يشتهون ولحم طير وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. سبحان الله، فاستغفر الله العظيم. فالمهم حتى كمان العشاء دلوقتي نبتدي بقى نرجع له، هنلاقيه برضه بقى وصل لأكل سريع. طب الأكل السريع ده كله الأغذية الفاست فود كلها كويسة ولا ضارة؟ الأغذية الفاست فود دي مش كلها كويسة ولا كلها ضارة. الفاست فود تبقى كويسة لو أنا وفرت لي فيها يعني كذا نقطة. أول حاجة إن أنا أعتدل فيها، إنها ما تبقى، تاني حاجة إنها ما تبقاش فيها ملح كتير. الملح الكتير على فكرة بيسبب هشاشة، عشان بس تبقوا عارفين الناس اللي بتفضل تاخد مخللات دي، الملح ده بيطلع الكالسيوم من العظم يعني، أو بيبتدي يطلعه من المصادر بتاعته، ده غير إنه بيأثر على القلب، بيأثر على مشاكل تانية. طب والدهون؟ الدهون اللي بياخدها، لو أنا دلوقتي خدتها في الأكل الفاست فود، خدت فيه دهون كويسه الجسم بيفيده هيبقى كويس قوي. طب الدهون المفيده مش دهون مشبعه، طب يعني ايه دهون مفيده ودهون مشبعه؟ وفي فرق بينهم؟ الدهون المشبعه اللي هي الدهون من مصادر حيوانيه، او اللي هو السمن المثلي، السمن الصناعي اللي هي الزيوت المهدرجه دي، انا عايزه اقول لكم من اكتر حاجه من مسببات السرطان، يعني ده يعني ده على احسن حاجه اقولها، يعني بتسبب امراض يعني الانسان لا طاقه له بها ولا يتخيلها. طيب ايه الاكل السريع اللي ممكن يكون كويس؟ اكل السريع ممكن يكون كويس طبق سلطه كويس، ممكن بتزايا فيها خضروات، ممكن حمص، فول، جبنه او لبنه، حاجه من الحاجات دي، دي اسمها اكل سريع. طب الاكل الثاني اللي هو البطاطس بقى المحمره والهمبرجر والسجق والنعناع، يعني الحاجات دي يعني دي موقعها ايه؟ الحاجات دي بتبقى مليانه جدا دهون مشبعه، ولو حد كلها ونام يعني ما كانش احلم بكابوس، فهو يعني ربنا يكون في عونه، لان الاكل ده مع الوقت بيسبب امراض لو الانسان فضل مواظب عليه. حتى كانوا عاملين دراسه سبحان الله، ناس جابوهم بداوا يدولهم اكل من اللي هو الحاجات الفاست فود دول، اداها لهم لمده 12 اسبوع، وبعد ما اداها لهم شافوا جسمهم ازاي المناعه فيه.
لقى ان المناعه فيه بدات تتغير، وبعد كده رجعوا للناس دي عشان خاطر يشوفوا المناعه بتاعتهم يعني بعد كده وصلت ازاي. يعني منعوا عنهم الاكل فتره، لقوها رجعت بس مش نفس المستوى اللي كانت عليه، بعكس الناس اللي ما كانوش بياكلوا فاست فود خالص. فسبحان الله ده ليه اثر كتير جدا في الجسم والاحتياج بتاعه. فمهم جدا الاعتدال. الاعتدال ده يعني ممكن تاكل ايه مره في الاسبوع مثلا، يعني مثلا هو ده اللي انا ممكن يعني انصح بيه مثلا لو الحاجات دي. طيب عايزه اسال حاجه دلوقتي، ايه الاكل اللي احنا ممكن نقول انه يكون اكل مفيد في الفطار؟ انا عايزه كل حد يقول ايه الاكل اللي ممكن يكون شايف يكون اكل مفيد في الفطار. يا ريت كده نتجاوب يعني نكون مع بعض، تعرفين ايه الحاجه اللي انتم ممكن شايفين انها تكون في الفطار كويسه وتفيد حاجه في الجسم. ده قطط ولا لا؟ ملاك بيقول البيض والجبنة، ماشي. ايه تاني؟ اللبن. احمد بيقول اللبن. ممكن بقينا ما بيفطروش طيبين النهارده، كل سنه وانتم طيبين. طيب خلينا نقول الفول فور كويس، اقتراح رائع. عبد الحق البيض تمام. طيب انت بتحب الطعمية كويس. طيب الهنا خلينا نقول الحاجة دي ايه. الاكل المفيد في الفطار اللي انا ممكن الجسم يستفاد بيه، اول حاجة انا ابتدي اصحى بيها الصبحية اللي هو الخمر واللبن تمام. بعد كده لو انا حابب ان اخد حاجة تاني، فبتكون مثلا حاجات تخليني احس بالشبع، حاجات فيها الياف. حاجات فيها الياف زي ايه؟ ممكن فول، حمص، ممكن حاجات تكون فشار حتى، بس ده ممكن احنا مش متعودين. لا، ما التمر واللبن مش بيشبع خالص، لانك انت بتبتدي يعني انت يا نورهاني انا ما تاكليش خالص، انت لما تيجي تاكلي يعني يا تديها يا اما حاجه ما فيش خالص. لا يعني انت لو خدتيها بتبتدي تنبهي البطن او المعده بهدوء شديد ان هي تبتدي بقى تشتغل خلاص النهارده الصبح كده خلاص. ممكن الحاجه المفيده برضو معايا الجبنه، البيض، الفول، اللبنه، اخد ثمره عصير فاكهه. طب خلينا نتفق على حاجه، خلينا نتفق ان احنا ممكن ناكل اكل بس احنا متعودين على حاجه، بس ممكن يكون في صح حاجه ثانيه. بمعنى ان انا دلوقتي ممكن اخد مثلا لحمة مشوية الصبح، أو ممكن آخد لحمة مشوية تبقى كويسة جدا الجسم يستفاد بيها، أو دي تنفع بعد التمر واللبن، بس يا ريتها تكون في البيت، لأن الحاجات اللي بتبقى بره بتبقى مليانة دهون. يعني والله أنا يعني مش عارفة يعني أنتم ما تتخيلوا أصلا كمية الأمراض اللي بتحصل من ورا الدهون دي، وأصلا فضلا إنها بتبقى لحوم ممكن تكون غير آدمية. ممكن آخد جبنة، ممكن آخد بيض، ممكن آخد بتنجان، ممكن آخد طعمية، بس الطعمية لما أعملها في البيت تبقى أحسن، حتى أعملها كمان طعمية بالبيت تبقى مغذية. طب تعالى نشوف الطعمية اللي بره، الطعمية اللي في بره دي اتعمل دراسات لقوا إن أكبر معمل أو أعظم معمل على الكرة الأرضية ما يقدرش يستخلص السموم اللي موجودة في طاقة الزيت قد الطعمية اللي إحنا بنشتريها من بره. فديا بتبقى لما كل يعني الحاجات الضاره والسيئه واللي بتسبب الامراض كلها بتبقى فيها. ممكن ما بيغيروش الزيت يمكن من رمضان لرمضان مثلا، او من سنه لسنه بيبقى حاطين زيت ملون فوق وبيعملوا زيت تاني من جيركن. فنخلي بالنا وننتبه، احنا ممكن نجيب الطعميه دي نعملها في البيت تبقى احسن بكتير، ولو احنا بقى عملناها يعني من خضار والفول بتاعنا واحنا اللي عملناه بنفسنا نبقى ضامنين نظافتها اكتر، لان من بره ما بيبقوش جاهزين ان هم ينظفوا الحاجه. طيب خلينا نتكلم بعد كده على الغداء. الغداء بيبقى فيه ممكن سلطه، سمك، لحمه، دجاج، رز، مكرونه. والعشاء بتاعنا ممكن يبقى نرجع تاني يبقى زي الفطار، يبقى فول وطعميه وسلطه كويس. بس مهم جدا ان انا ما اتعشاش وانام، على الاقل اخد ساعتين، صعب كتير يعني قبل ما انام، فلازم اكون واكله فتره قبل النوم، يعني مش اكل وانام، ده بيسبب المرض. وما تقلش في الاكل بالليل، انا اكلتي الصبح اللي بتبقى كتيره قوي، يمكن
لو احنا قلنا دلوقتي هناخد على 5 فروض ولو حتى حاجه فاحنا اخرنا العشاء. طب انا عايزه انشط دماغي، عايزه ابقى مركزه ومصحصحه وكويسه قوي وقادره افهم، يا ترى في اكل يقدر يفيدني في الحاجات دي او في اكل يفيدني في الحاجات دي؟ خلينا نبقى نعرفها في اخر المحاضره ان شاء الله. طيب مين عايزين نعرف ايه الحاجات اللي انا ممكن اخدها زي سناكس او زي حاجات اعرف اخد كميتها قد ايه واخدها ازاي؟ اولا في عندي وجبات البينيه دي ممكن وانا مثلا رايحه الكليه بتاعتي اكون واخده معايا فاكهه، اخد معايا تفاحه، اخد خيارايه، انا مش لازم اقسم، ممكن يعني احبها بالسكينه واخدها معايا باكلها، مش لازم اقطعها ترنشات عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه قوي بتاعتها. ممكن اخد معايا خس، اخد جزر. هنرجع بقى نقول اه طب واصحابنا يقولوا علينا انت شغال ارنب وانت مش عارف ايه، الكلام ده ممكن يهزروا معانا يخلينا ما نحبش الحاجه. لا سبحان الله، انا عايز اسالكم، انت عمركم شفتوا سبحان الله خروف جابوا له لحم طعم البرسيم كلها؟ حد شاف خروف جابوا له لحم طعم البرسيم فكلها؟ لا محدش موجود اصلا. طب عمركم شفتوا اسد حطوا له برسيم بطعم اللحمه فكلها؟ طب احنا ايه اللي بنعمله؟ احنا ممكن ما ناكلش طماطم بس نقول بناكل شيبسي بطعم الطماطم، صح؟ ما ناكلش فراخ بس نقول لك ناكل شيبسي بطعم الفراخ، ما ناكلش لحمه نقول لك اكل شيبسي بطعم اللحم. طب وبعدين احنا فطرتنا نفعتنا؟ العقل اللي ربنا ميزنا بيه على الكائنات دي كلها ينفعنا؟ طعمه حلو بس يعني شوف الفطرة بتاعتك. طب سبحان الله، انا حتى يمكن في مرة شفت ايه؟ شفت كان في قطة، القطة دي في مرة كان حطينا لها زي لانشون، فالقطة قعدت تشم وثابتة سبحان الله. يعني القطط اصلا يعني بيتقال ايه زي القطط بياكل وينسى يعني من كتر اكله، لا ده ما اكلش منه. وفي مره تاني سبحان الله قطه دي شفتها كانت بره قعدت، كان واحد فارش فرش السمك، ما ابتدتش القطه دي تاكل من الاكل دوت، يعني قعدت تستنى كده تخلي بالها صاحب السمك مخلي باله منها ولا لا، من السمك كله، وراحت رايحه بدل ما تختار اقرب سمكه خدت سمكه من النص وطلعت تجري. بالفطره شمت السمكه الطازه، الحاجه اللي هتفيدها، ما قالتش اخد وخلاص واجري احسن من ما فيش، ولا عشان انا جعانه، لا سبحان الله. قد ينظر احدكم ايها اذكى طعاما، انت تبص اذكى يعني اذكى من ناحيه القيمه بتاعته، اذكى من ناحيه الفايده، واذكى من ناحيه ان هو يكون حلال، يعني اذكى من كل حاجه سبحان الله. ده جوامع كلم، انا لما اجي اختار مش اختار الحاجه اللي طعمها حلو. طب الحاجه اللي طعمها حلو دي سمعت في ناس يعني بتدفع ثمنها بعد كده، يعني نسال الله العافيه، امراض ملهاش حق. يمكن احنا مش مطلعين قوي ولا بنشوف، احنا بنتفرج بس على الاعلانات، بس احنا لو رحنا بس 5 دقائق في اي مستشفى شفنا فيها حتى طفل ولا راجل كبير هنعرف سبحان الله. يعني قاعده كده، المعده بيت الداء والدواء، سبحان الله العظيم. مفيش اي مرض هيفوت على الانسان الا بسبب بقه، يعني ده في امراض الدنيا بتاع جسم الانسان. طب وامراض الاخره؟ مفيش اي ذنب او اي مشكله ممكن يدخل بيها النار برضه هيكون بسبب بقه. يعني خلي باله بيدخل ايه وبيطلع ايه. فنسال الله العافيه والسلامه. طب ايه الوجبات البينيه اللي ممكن تكون كويسه ونفضل ان احنا نحطها معانا؟ الخضار، سندوتش مثلا يكون فيه سندوتشات تكون فيها خضار معايا. كان في حد بيقول لي بياخد سندوتش زيت وسندوتش زيت، سندوتش زيت بكم؟ ده قصدك مثلا؟ الزيت يعتبر من الزيوت الحلوه جدا جدا. ولو انا اكلت الفول بتاعي بزيت حار يا مش قادره اقول لكم، ده هيأثر. يعني هو اسمه زيت حار، هو زيت بذره الكتان، بس دي من افيد انواع الزيوت بعد الزيوت اللي موجوده في الاسماك. الزيوت اللي موجوده الزيت الحار دوت بيخلي الجسم بينشطه، يمكن بيظبط مستوى الذكاء وبيلبي الاحتياجات بتاعت الجسم. طيب الاكل اللي انا اعتدل منه وما احاولش ان انا اكتر منه اللي هو ايه؟ ايه الاكل اللي انتوا تفتكروا اللي انا ممكن اعتدل منه وما اكترش منه؟ ها؟
في عندنا معرفة ايه الاكل اللي انا يفضل ان انا اعتدل فيه ما اكترش منه. حور، انا مش عارفة حضرتك منين، بس مش عارفة ايه الحراء، مش عارفة ايه او الحراء، مش عارفة ايه الحراء، النشويات، مفهوم النشويات ده واسع اوي، انا لازم واسع جدا يعني. بس خلينا نقول النشويات مش كلها وحشة، مش احنا قلنا ان دي قاعدة الهرم؟ لا، انا يفضل ان انا اخد النشويات، والنشويات اللي تشبع اللي فيها الياف، المكرونة والرز من الحاجات اللي فيها الياف. النشويات بقى اللي تكون ايه، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش فايدة، اللي هي زي النشويات اللي بتبقى موجودة في الدقيق الابيض، اللي هي هنلاقيها في الكعك والبسكويت، دي الحاجات بقى اللي احنا نقول عليها نشويات. والسكريات برضو اللي هنلاقيها في الشوكولاتة، السكر اللي فيها، تمام، دي الحاجات اللي انا افضل ان انا ما اكترش منها، مش عايشة عليها. مش عارفة يعني ايه الحار يا حور، ممكن تقولي لي الجملة يعني بصورة اوضح شوية؟ ممكن برضو افضل ان انا اعتدل وما اكترش من الايس كريم اللي هو الحليب، يعني ده اعتدل فيه، يعني لو هاخد ايس كريم حليب يبقى حلو قوي. الكاستر على اساس انه بيبقى عليه سكر، لو مش عليه سكر يبقى كويس، وبرضو على اساس انه بتبقى النشويات فيه بسيطة اللي هي النشا. طيب البطاطس المقلية مفضل ان انا ما اكترش فيها، المكسرات ما اكترش فيها، دي افضل ان انا ما اكترش فيها. طيب في حاجات بقى يفضل ان انا ما اتناولهاش او اقلل منها اكتر حاجة، الحاجات دي يعني لو احنا يعني عايزين نقولها هتكون اللي هي زي السناك، اللي هي بالمصطلح القديم الكاراتيه، او اللي هو اسمه يعني عايز اقول اسماء تجاريه، اللي هي يعني الذره اللي بتبقى واخده طعم الجبنه، اللي هي الاكياس بتبقى السناكس، يعني اسماكس الذره وطعم الجبنه، المشروبات الغازيه، الايس كريم اللي بيبقى من حاجات عصائر او حاجات عصير مثلا زي شربات او حاجات من دي، الفواكه المعلبه، الفواكه المش طبيعيه، الحلوى، دي فواكه بتكون مش طبيعيه، مش اصلها طبيعيه، بتبقى في حاجات كده زي مثلا جيلي او مثلا يعني او حاجات كده بنظن انها طبيعيه انما مش طبيعيه. ايه هو مش فاهمه برضو، الرز مش مضر؟ لا الرز مش مضر يا ملان، الرز كويس، بس المهم احنا قلنا احنا لينا في اليوم قد ايه؟ لينا في اليوم حوالي 7 حصص، فالحصه بتبقى يعني يا اما ربع رغيف عيش بلدي، يا اما بتكون قد ثلاث معالق رز او 4 معالق مكرونه. دي الاكل الحريف ده مضر او لا؟ يعني هو من الحاجات اللي هي ممكن تاثر مع ناس انها تاثر على الجهاز الهضمي بتاعهم، هي والمشروبات الغازيه يعني بطريقه بشعه جدا. طيب مش فاهمه ايه المشتقات بانواعها، ايه المقصود بيها؟ مش فاهمه. ومش عارفه برضو الحر، يعني فهمت قصدك يا حور، انت قصدك الحاجات الحاره ان هي مش يعني الانسان يحاول ان هي يعني يتجنبها، يعني يحاول يتجنبها ان كان برضو فيها فايده، بس بالصوره اللي في ناس بتمسك ازازه الشطه تدلوها على الحاجه، لا ده غلط خالص، ممكن بتاثر بعد كده، يعني الناس دي بنشوفها بعد شويه ما بيقدروش يحطوا القمة بقهم، فاللي كلوه قبل كده ما بيقدروش ياكلوه تاني في حياتهم خالص، يعني ياكلوا ويخشوا الحمام يرجعوا لان خلاص جسمهم اتدمر. في ناس بقى بتبتدي جسمهم بيخزن سموم وبتطلع بعد كده في فقره ثانيه. خلينا نرجع تاني للحاجات اللي احنا بناكلها، اللي المفروض اي واحد طالب عايز يستفاد وياخد الحاجه المفيده ليه ياخد اللي هي الحاجات اللي تفيده. الصبحيه مثلا اخد لي بليله بلبن، دي حلوه جدا على فكره وهتشبعني جدا. لو خدت حتى رز بلبن، بس يعني يفضل ان السكر ما يبقاش كتير، يعني الحاجات نحاول نبعد عن السكر كتير. 8 معالق سكر في اليوم بتقلل جهاز المناعه 40%. 8 معالق سكر، انا ممكن السكر اكون جايبه حاجات فيها سكر، هم حاطين لي سكر على الاكل، مش لازم انا السكر اللي بحطه على الشاي ده. مهم اول صبحيه ان انا اكل فول، هيخليني شبعان، طبق الفول والسلطه ويبقى معاه خضار
والليمون بقى عشان خاطر اقدر استفيد بالقيمه الغذائيه بتاعته. لو عملت بتنجان معايا ممكن اعمل بتنجان بابا غنوج مثلا مع الفول ده واكله، مفيد جدا وهيخليني ابتدي استوعب. تعالى بقى حد بقى اكله يعني مليانه ضربها الصبحيه اكل وزيوت مش كويسه مثلا زي حاجات محمره او واكل بالليل مثلا همبرجر وصبح الصبح عنده امتحان عنده امتحان مثلا او حاجه زي دي، دي هتخلي دماغه يعني صراحه يعني كانه بيشوف المراقب بالشبه والورقه مش هيعرف هيفتكر بعد ما يطلع ان هو كان في امتحان. فالحاجات دي نحاول ان احنا ننتبه قوي في الاكل فيها. احنا دلوقتي بنتكلم في الفطار، الفطار مهم ان يكون فيه الياف، الالياف دي بتكون اكتر حاجه في البقوليات وفي الخضار وفي الفاكهه. احاول الصبحيه ان يكون الاكل بتاعي فيه الياف وفي خضار وفاكهه. لو معاه بروتين بيكون احسن في القيمه الغذائيه بتاعته، بيخلي سكر الجسم احسن. البروتين ده ممكن اجيبه من لبن، ممكن اجيبه من بضايع، وبنبه على حاجه ممكن اجيبه من حته ستيك لحمه مشوي، مش غلط ان اكلها الصبح. احب اقول على حاجه مهمه قوي، ما نحاولش ان احنا ممكن اجيبها برضه من جبنه، معلش تاني ممكن يعني دي حاجه اقولها، اللي هو البيض والجبنه والفول السلطه فاكهه اللبن حلو قوي ان انا اكله، لحمه ممكن اخده الصبحيه عادي جدا، انما مهم قوي ان انا اتنوع عشان خاطر في ناس تعتمد مثلا كل يوم الصبح بيضه بيضه بيضه، بعد شويه بيروحوا يعملوا عمليات قلب وهم صغيرين، لا انا مش البيض اكله كل يوم كويس، انما اللبن انا ممكن اكون محتاجاه كل يوم بس ما اكونش محتاجاه برضه بكميه يعني ما اخدوش بالقشطه، ما اخدوش اللي هو الكامل اللبن الكامل الدسم، احاول اخده نص دسم ده افضل، اشيل القشطه من على وشه لو انا بغليه في البيت. طيب خلينا نقول يعني احنا دلوقتي في حاجه مهمه قوي نقول ان مفيش حاجه ربنا خلقها يعني الا والحاجه دي ربنا خلقها بقدر. ربنا قال ان كل شيء خلقناه بقدر. فمهم قوي ان انا ابقى عارف حاجه واحطها حلقه في وداني، واللي عنده قلم يكتبها ويعرفها ويخلي باله منها قوي قوي قوي. ايه القاعده اللي انا اخلي بالي منها دي؟ القاعده دي بتقول لي ان جميع المواد سامه، ولا توجد ولا يوجد شيء ليس سام، كل المواد ضاره ولكن في طرق استخدام غير ضاره. يعني ايه طرق استخدام غير ضاره؟ يعني مثلا احنا قلنا الميه، الميه دي ممكن تكون سامه لو انا خدتها شربت منها، يعني جيت كلمتكم انا محاضره مثلا عن فوائد الميه، فضلنا نشرب ميه 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 حمل صح؟ ممكن انسان في الميه دي يغرق صح؟ طب انا خدت بالقدر بتاعي لا يعني هرتوي وجسمي هيستفاد، ده ممكن يكون سم الميه او ممكن تكون سم اللي هي ربنا قال فيها وجعلنا من الماء كل شيء حي. بس في طريقه استخدام مش ضاره. طيب ازاي استخدام مش ضاره؟ ان انا اخد بالكفايه بتاعتي طيب، وده احطه بقى على كل حاجه، ما بتجيش مثلا النهارده باكل سناكس باكل شيبسي، افضل افكر كل يوم سناكس وشيبسي، كل يوم مش عارف بيض، كل يوم اخد حاجه، لا ابتدي انوع لان مفيش اكل فيه قيمه غذائيه بنفس الحاجه. طيب خلينا بعد كده نشوف ان الاكله المتوازنه الصحيه دي بتوفر للجسم، بتخلي الجسم دون، بتحقق له اكتر من حاجه، بتخلي الجسم ما فيهوش امراض، بتخلي الجسم دوت في طاقه ونشاط، بيقدر يعمل اللي هو عايزه، ما يجيش في سن مبكره بقى يبتدي الجسم يتعب ويقع، بيبتدي بعد كده يديله يخلي جسمه سليم، يعني بيحس باختلاف جامد جدا في حياته. طب انا ابتدي اوصل للحاجه دي ازاي؟ ابتدي اصلح عاداتي الغذائيه، ابتدي الفطار دون اكون واكلاه كويس قوي كويس. في ناس ما بتاخدش فطار، في ناس بيحصل عندها مشاكل، المشاكل دي خلينا نشوفها سوا مع بعض ايه اللي احنا ممكن نعرفه من المشاكل دي. السلوكات الخاطئه اللي ممكن بتحصل قدامي ان في ناس ما بتفطرش، ما بيفطروش، فده بيأثر معاهم على ايه؟ ده بسبب ايه الاول؟ بسبب ان هو نايم متأخر، او مثلا مامتي مشغوله الصبحيه فيا دوبك تصحى تلبسي ده لو كان طفل صغير ومع السلامه، يعني تحدثه في الضغط بتاعه مع السلامه، يعني تلحق بقى ان كان وراها حاجه تعملها او تكمل شغل او تنام او اي حاجه. طب عدم الفطار ده فيه مشكله ان الجسم الصبح ربنا خالق له
ميكانيكيه، انت هتمشيها عكسها هتيجي في وقت خلاص على قد ما يعني بيقول لك احنا عايشين وبقالنا كتير وعادتنا كده، هيجي وقت اللي بيمشي عكس الطرق بيتكسر، واللي بيمشي عكس الفطره اكيد مش هتقول يعني الفطره بتاعته مش هتتظبط، هيجي عند وقت الجسم هيضعف خالص. طب في ايه تاني؟ ممكن ان مفيش تنويع في الاغذيه المتقدمه في الفطار. ان الاكل دلوقتي مثلا كل يوم الصبح مثلا بناكل بطاطس ببيض، بطاطس مسلوقه ببيض، او بناكل جبنه كل يوم، جبنه كل يوم جبنه مثلا. في ناس تانية يعني انا مش هقول طبعا اغذيه الضاره والاغذيه اللي مش ضاره، في ناس مثلا بتاكل كل يوم بيض او كل يوم املت او كل يوم، يبتدي الطفل ايه ده يعني خلاص الاكل يعني يشوفه خلاص بقى حاسس طعمه، طعمه ببقه، او اي انسان يشوفه يحس ان خلاص طعمه ببقه من كتر ما هو بيكرر. وده غذائيا غلط لان جسمك محتاج من اكثر من اكتر من مصدر، نفسيا برضه غلط لان هيخليك خلاص ما انتش عايز تاكل الاكل ده تاني، او خلاص يعني خلاص كرهته شويه. طيب في ايه تاني؟ ان احنا بنتناول الاطعمه اللي بين الوجبات. التناول الاطعمه اللي بين الوجبات ديت، في ناس بقى تبتدي تاكل الشوكولاته السناكس، طب احنا مش عارف عقبال ما الاكل يجهز من عاملين نتصل على فلان يجيب لنا اكل يخلي الحاجه اللي عندنا كذا مش عارف ايه، بيبتدي بقى خلصنا الكليه او خلصنا المدرسه عايزين نلحق نروح عايزين نلحق نروح لمطعم محمد البيت، فجعانين الفتره دي مش واخدين اي حاجه في الطريق، نروح البيت نعمل ايه؟ احنا جبنا اكل مفيهوش قيمه غذائيه، نروح في البيت نفسنا مزبوله ما ناكلش، بعد ما ناكلش خلاص شبعنا، نبتدي الاكل الثاني يوم ونفضل مدريمش نفس الباب، نقعد قدام التلفزيون وناكل الاكل ما بنبقاش دريانين. ممكن يجي حد يكلمك يقول ايه ده انا خلصت الاكل ده، ان ما بيبقاش في تركيز كويس، فبتبتدي تاخد الاكل اللي هو مش هيفيدك. طب الاطعمه اللي هي الفقيره في القيمه الغذائيه ديت، او الاكل اللي انا باكله وانا بشوف التلفزيون، او الاكل اللي هو بيبقى بين الوجبات، دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ حاجه كويسه ووحشه. كويسه ووحشه في ايه؟ ان انا كويسه لو برضه باخد كويس، وحشه لو انا باخد وحش. الوحش اللي فيها ان بتبقى سعراتها فارغه، هتديك طاقه مش هتديك قيمه غذائيه، مش هتديك الفيتامينات، مش هتديك الاملاح المعدنيه، مش هتديك الالياف اللي بتقي من امراض كثيره جدا جدا منها السرطانات والانتاك والصداع والحصاوي ومشاكل كثيره جدا في الجسم. طيب ايه بقى الحاجات اللي احنا ممكن نروح واخدينها كمان معايا؟ في ناس بقى تروح واخده اي حاجه ساقعه، يعني في ناس بتاخد حاجات ساقعه كميات يعني صعبه جدا في اليوم، تاخد كميات كتيره، وفي ناس ما كانتش بتاخدها خالص طول حياتها وبعد كده بدات تاخدها كتير، وفي ناس اصلا عايشه عليها ما بتشربش اللبن اصلا. طيب انا ممكن ايه يبقى احسن منها؟ مثلا ان انا ابتدي اخد ثمره، اخد ثمره جاهزه. طيب ممكن انا احب بين الوجبات بطاطس مقليه، بس ده مش مفضل ان انا اكل كويس، لان ده هيخليني البطاطس المقليه او العصاير حاجات برضو يعني هتديني احساس بالشبع ومش هتخليني اكل فجاه. طب ايه تاني هتاثر بعد كده على الجسم؟ لان هو كده مش يعني افسدت الشهيه وما عوضتليش الحاجات اللي العناصر اللي الجسم محتاجها، وفي نفس الوقت ما ظبطتش المناعه وممكن تعمل امراض معايا، وده اللي بيبقى حاصل. فلازم الاكل بتاعي يكون عالي المغذيات بتاعه. طيب ايه المهم اللي انا اخده بقى؟ المهم يقول لك طب وانت كمان مش بتاكل خضار ولا فاكهه؟ اه مش باكل خضار ولا فاكهه، ما بحبهمش. مين فيكم بيحب الخضار والفاكهه او بيأكل او عنده طبق صلصه باساس؟ طب ما فيش حد. هل يمكن الخضار أو الفاكهة؟ ولا حتى مطبوخ؟ يعني مش هقول طازة طيب، ولا مطبوخ؟ أنت بتاكل ولا مش بتاكل؟ الخضار والفاكهة دول أنا عايزة أقول لكم مكنسة، مكنسة للجسم من كل حاجة. كل ما نرجع للطبيعة كل ما نكون كويسين. أنا لازم أكل كويس، بس المهم بتاكل قد إيه؟ المهم الكم والكيف، وبتاكل ازاي؟ بتاخد القيمة الغذائية ولا بتاخد بدون قيمة غذائية؟ دي بيبقى فيها فيتامينات ومعادن يعني ضروري قوي للنمو في الفترة دي، هي فترة الدراسة والنمو العقلي، بتظبط الدماغ جدا وبتمده بكل حاجة تقدر تخليه تساعده ان هو يكون نشيط ويديك الحاجة اللي انت عايزها. طيب
وبتمنع لي سوء التغذية كمان، والألياف بتحرك المعدة، بتعمل عدم إمساك، بتمنع أمراض، بتعمل مضادات أكسدة، تخليك نشط كده ومتركز معظم الوقت. حتى لو احنا خدنا بالنا احيانا نلاقي الناس يمكن مفلحين او كده، سبحان الله بيبقى ملامحهم مختلفه شويه. يمكن سبحان الله عشان في منهم ناس بتبقى قريبه للفحول شويه، بتاكل الحاجه الطازه او بتاكل الخضار والفاكهه، بتبتدي سبحان الله ليها اثر على شكلهم حتى. طيب الحاجات دي سلوكيات خاطئه. يعني انا بقول لك انت ما بتاكلش فطار، لازم تاخد فطار، ما بتاخدش في الاغذيه يعني تنوع في الاغذيه بتاعتك عشان تقدر تفتح نفسك. طب كل الأطعمة بين الوجبات كلها، بس كل الحاجة اللي فيها قيمة، ما تاخدش الحاجات اللي هي صرفة أو الحاجة اللي تسد نفسك، كويس؟ ما تاخدش أكل قدام التلفزيون، طيب ما تجيبش أكل من مطاعم جاهزة، المطاعم دي يا جماعة بتتعب إنها تاخد الفلوس بتاعة الناس أصلاً، ما بيبقاش معظمها نظيفة ولا صحيحة، أنت بتدور على شكله وما بيدوك الشكل اللي أنت عايزه. طب في حد هنا بيقول لي بيبقى شكله حلو وطعمه حلو، طب ده الأكل بقى اللي إحنا بنشوفه بره اللي هي المقانط او السجق واللحوم، طبعا اللي هي اللحوم اللي هي بتكون فيها دهون كتيره زي الدواجن او الحاجات اللي هي شكلها مشوي بس هي في الغالب ما بتبقاش مشوي قوي غير الاضافات اللي بيحطوها عليها، واللانشون والحاجات دي. الحاجات دي على فكره معظمها بيبقى فيها املاح لو حد خد باله كده، وهي موجوده في السناكس اللي هي بتبقى موجوده في المكرونة سريعة التحضير. المكرونة سريعة التحضير اللي بتتباع بره والناس بتشتريها كتير جدا، واللي موجودة في الشيبسي، كيس البهارات اللي بيبقى معاها، بتتحط على الحاجات دي. الحاجات دي بتهايبر الدماغ وبتبوظها. ايوه بالظبط زي ما انت كاتبه، بس انا مش هقول يا نورهان لان الحاجات دي ما اعرفش، يعني مش حابه ان انا اقول اسم المكرونة سريعة التحضير دي رغم ان هي ليها صيت عالمي دلوقتي، بس عشان خاطر ما يبقاش ايه ذكرت اسم شركة معينة. بس خلوا بالنا من الملح ده اللي بيبقى موجود جواها مونو صوديوم جلوتاميت، وحادي جلوتاميت الصوديوم لو حد فينا دور عليها هيلاقيها من أسوأ ما تكون. خلينا نشوف اللي بعد كده، ان احنا دلوقتي في عندنا مشاكل بتحصل بسبب الفاست فود اللي بيحصل في ناس مع الوقت، ما بيقول دارينين هما بيأكلوا ايه، بيبتدي بعد كده بيوصلوا لأحجام صعبة جدا. الأجهزة اللي يعني اللي مسؤولة عن التسويق بتقدم الأكل بصورة شهية جدا، ما لهاش دعوة الناس دي بتروح بتقضي بقية حياتها فين. ايه المشاكل اللي ممكن تكون خاصة بالتغذية بتاعت الطلاب؟ أول حاجة إن ممكن يكون حد عنده سمنة أو نحاف. خلينا نتكلم عن النحافة. النحافة دي يعني وزنه مش مناسب لطوله ولا عمره، كويس؟ طب بتأثر على ايه؟ بتأثر على انجاز الدراسي بتاعه. بتأثر ان ما خدش العناصر الغذائية الضرورية، كويس؟ الا بقى لو في عامل وراثي وهو نحيف وبياكل كويس وكل حاجة، يعني سواء سمنة او نحافة او كده. طب خلينا نشوف ايه الانسان لو واحد عنده نحافة يبتدي يعمل ايه. اللي عنده نحافة ده يبتدي اول حاجة ياكل الغذاء المتوازن، ياكل احنا بنقول الثلاث وجبات وبينهم وجبات بينية، هنرجع نقول اللي هم الخمس وجبات او الوجبات اللي هي على اوقات الصلاة، وممكن يبقوا سبعة كمان. معدتنا مش كبيرة، معدتنا مش كبيرة، فلازم نديها على قدها، واحسن حاجة ان احنا ناخد بطريقة الاكل دي. طيب ابتدي بعد كده لو احنا مثلا عندنا حد صغير، ما تبتديش توبخه عشان هو ما بياكلش وهو تقول له لا لازم تاكل مش عارف ايه، لا نسيبه، كويس؟ اللي عنده نحافة ما يبتديش ياخد يشرب حاجة مع الأكل، لا ولا مع الأكل ولا بعد الأكل، وبالأخص المشروبات الغازية ممنوعة. يعني أنا مش عايزة أقول ممنوعة عشان خاطر ما تبقاش مرغوبة، بس ابعدوا عنها على قد ما تقدروا، كويس؟ بعد كده ناخد كميات كفاية من البروتين واللبن عشان خاطر ده يبني الجسم كويس معايا. ممكن بعد كده مثلا انا خلصت الدراسه بتاعتي او خلصت الشغل او اي حاجه، ما ابتديش اخد اي حاجه في الطريق معايا اكلها من اي حته، لا لان ده هيفقد الشهيه، وفي نفس الوقت هيديني بالسعرات هتشبعني، وسعراتها مش ما بتبقاش كويسه. يعني انا مش هقول طب خلاص انا خلاص انا عايزه اتخن. هرد على السؤال بتاعك استاذ محمد. حاضر. طيب في بيقول لك برضو ايه تاني انت ممكن تعتمد على ايه، ان انت
يعني الميه اللي انت عايز تسأل عليها دي، يا ترى الميه اشربها اثناء الاكل ده؟ طب انا احسن اخدها قبل الاكل ولا وسط الاكل ولا بعد الاكل؟ لو انا جيت شفت ايه الحاجه اللي ربنا يعني حاططها لي قانون، قال ايه؟ قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، صح؟ سبحان الله، ربنا قدم الاكل على الشرب، فده لحكمه. حتى قصة الرجل اللي ربنا أمات من أطعام ثم أحياه قال له انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، قدم الأكل على الشرب. أنا ممكن آخد الحاجة أشربها أدلع بيها الأكل، إنما مش أشرب مع الأكل يتفضل. إنما مسألة مثلا إن ده هيسبب كرش أو مش هيسبب كرش، ملوش علاقة، اللي بيسبب كرش وعدم الرياضة. تمام؟ طيب إيه تاني ممكن أعمله؟ إن أنا دلوقتي آخد أكل كافي، وجبات متوازنة، في اخد على اكتر من مره، ما اخدش على مره واحده الاكل، ما يبقاش ليا اكله وجبه واحده، عشان معظم اللي عندهم نحاسه يقول لك انا باكل كتير، واللي عندهم سمنه يقول لك انا ما باكلش خالص، بالعكس. هو اللي حاصل ان ده بيبقى ناس وده ناس، او بيبقى أنا يعني فاكرين نفسهم كده، بس هم مش كده. مهم ان انا اخد بروتين عشان ابتدي ابني خلايا الجسم كويس، ومهم ان انا اخده عشان ما يبتديش ياثر بعد كده على النمو بتاعي. يعني إن كان بقى نمو في الطول، في الجسم، في المغذيات، في الصحة، في الطاقة، في النشاط، على كذا محور. ممكن في لو احنا خدنا بالنا، لو احنا اعتمدنا في أكلنا على حاجات معينة ناقصة على مصر بيحصل مشاكل. هناخد حاجة زي كده مع شوية بعد شوية. اللي هو عنده سمنة، اللي عنده سمنة بقى يعمل ايه؟ اللي عنده سمنة ده بقى سواء بقى، يعني في قاعدة بتقول إن الطفل السمين بيبقى بعد كده راجل أو امرأة سمينة، لأن بيبتدي خلايا الدهون دي بتبتدي تشتغل عنده من هو صغير، تكبر تبقى عاملة زي إيه؟ زي أوض دهون عايزة تملى بعد كده. أنا كبرتها وأنا صغير، مليت يعني عملت تكاثر في الخلايا ديت، فبتبتدي عايزة بعد كده تملى. فمهم قوي إن أنا ما استمرش على نفس العادات اللي هي الغلط، إنما أبتدي أصلحها. أراعي الجوانب الصحية والعادات الغذائية، ما بقاش مثلا يعني برضو محتاجين العيلة تكون بتساهم، ما يبقاش حاضر يا حور، ما يبقاش مثلا حد يبقى مثلا رفيع والأسرة بتاعته عايزاه يخن وهم أصلا كلهم رفيعين، أو واحد سمين وعايزاه يخس وهو الأسرة كلها بتعمل عادات غذائية غلط. لا، لازم نراعي الجوانب والعادات الصحية الغذائية. طب اقي نفسي ازاي من السمنه؟ اقي نفسي ازاي؟ اقي نفسي ازاي ان انا اخد 3 وجبات برضه؟ دكتور، هو احسن حاجه ان انا اخد ايه؟ خليهم من 5 لـ 7، لو احنا ماشيينهم زي ما ربنا قال يبقى 5 وجبات، ويبقى عندنا وجبه سحر يبقى في وقت السحر اللي هي وقت السحور، وعندنا وجبه يبقى كده 6، وعندنا وجبه في فتره الضحى يبقى كده 7، وانا اخد كميات بسيطه جدا جدا. تمام؟ خلينا نشوف ايه تاني ممكن نعمله. ان انا تقليل تناول الدهون، انا مثلا حد يقول لك انا كتير مش هاخد دهون، لا غلط غلط خالص. اللي مليان او اللي عنده سمنه او زياده في الوزن يقلل من الدهون، ما يمنعهاش. اولا الدهون فيه دهون غير مرئيه الجسم محتاجها، كويس؟ الجسم لما يحتاج الدهون دي بيحتاجها ليه؟ بيكتب بعد كده في فيتامينات عندي بتدوب في الدهون، الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون دي لازم تبتدي تلاقي وسط دهون عشان تبتدي تفيد الجسم، مش هتلاقيه مش هتفيد الجسم. عشان كده لما نيجي نعمل سلطه نبقى نحط معلقه زيت، لو واخدين حاجه ما فيهاش ايه دهون، كويس؟ هعمل لي كوبايه عصير طماطم احط مع نقطه زيت، هتخليني استفاد بيها قوي واخد الفوائد اللي فيها جدا، كويس؟ في حاجات معينه بس. عشان كده كمان لما قلنا ما قلناش ناخد اللبن اللي هو خالي الدسم ابدا، لان كده خالي الدسم ده ما فيهوش فيتامين د اللي انا جسمي محتاجه عشان الغلط، فنبتدي اخد قليل الدسم. نبتدي بعد كده ممكن ناخد ايه؟ ناخد يعني الزيوت اللي هي قليله، ما ناخدش حاجات مقليه، كويس؟ هاخد في طريقه الاكل بتاعي يكون مشوي او مسلوق، دي احسن حاجه عشان يعني تقلل الدهون اللي انا ممكن احطها زياده للاكل. اكتر من الاغذيه اللي فيها الياف، احنا قلنا الاغذيه اللي فيها الياف اللي هي الحبوب والخضروات والفاكهه، ودي مكنسه 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 للجسم من كل الامراض، كويس؟ وبنبتدي ابتدي الاكل بتاعي ابتدي بطبق السلطه، ابتدي بطبق السلطه قبل ما هاكل الوجبه بتاعت الغداء بتاعتي، او بالذات لو وجبه فيها لحمه ابتدي اخد الفاكهه في الوقت، يعني قبلها مثلا بساعتين، ف
سواء بقى انا سمينه او عندي زياده في الوزن او عندي نقص في الوزن، كويس. فاخد حليب اللي هو هيكون نص دسم، ما امنعش الدسم خالص، لان الدهون دي بتكون مصدر برضو للنمو. ما تمنعش نفسك من الحلويات ولا الشوكولاته بشكل تام، ما تمنعش نفسك ابدا، بس يوم ما تاخدها هتاخدها بكميات صغيره وتاخدها بعد الوجبه، ولو عرفت تاخدها في ايام معينه يبقى كويس، يعني مره مرتين حاجه زي كده هيكون كويس جدا. انما مش كل شويه تحس الصبح خلاص بسم الله الرحمن الرحيم شوكولاته، بعد شويه بسم الله الرحمن الرحيم بيبسي مثلا او حاجه ساقعه مش عارف. لا ابدا، اخد من الحاجات اللي هي الحلوى اللي ممكن كمان، لان الحلوى دي احنا قلنا قمه الغرام اللي جسمي مش محتاجها، فاخد كميه قليله. انا هرد على الاسئله بس اخلص الجزئيه دي بعد اذنكم. بعد كده ان انا مثلا في عندي اعمل توازن في الحصص الغذائيه المطلوبه اللي عندي، ما بقاش مثلا واحده واخده حاجات محمره قد كده، فانا خدت حصه الدهون بتاعتي كتير جدا جدا وما خدتش نشويات، فقعد طول اليوم جعانه، كويس، خدت سكريات بسيطه وقاعده بقيت اليوم جعانه. لا، لاني كمان باكل لحوم ودهون، الحاجات اللي موجوده في السوق لحوم ودهون وعيش اللي هو عيش فينو. العيش الفينو برضو من الحاجات اللي بتاذي المناعه بتاعت الجسم كمان، يعني مش من الحاجات المفيده، احسن منها عيش بلدي، كويس، وما يكون في رده يبقى احسن. طب اما اجي اتفرج على تلفزيون او بشوف اي حاجه مثلا بتتابع كرتون او حاجه معينه، ده بيأثر معايا على اكتر من حاجه، بيخليش في اهتمام في الدماغ، فبيبتدي الواحد بيسحب ياكل من غير ما يحس، فما بيجيش احساس بالشبع، فيخليني اكل كتير، فيسبب ايه؟ ان يحصل في زياده في الوزن بصوره غير مرغوبه. فمهم قوي نخلي بالي من الحته دي. طيب لو في عندنا حد صغير، ما استخدمش الاكل ده كوسيله لعقاب او ثواب للطفل، لان ده بيأثر على نفسيته جدا جدا. يعني ان دون يعني انت بذاته لو منعت عنه اكل كويس هيسد جوه باي اكل تاني، ولو لسه سئته باكل مثلا حلويات او شوكولاته هيخليه بيفتكر ان الاكل ده الشوكولاته والحلويات دي احسن بكتير قوي من حته الخضار، طبق الخضار اللي بياكله او السلطه او الفاكهه اللي انت هتجيبها او هتاكلها. فالمهم قوي ان انا اخلي بالي من الحته دي. الاسره لازم تبقى كلها بتعمل عادات غذائيه صح، لازم كلها، الوالدين او الاخوات. ولو انا مثلا اقول طب ما هو كلهم كده، لا انت اعذرك مع نفسك لو انت كبير يعني، انما لو صغير يبقى احنا بنحاول نسيطر عليهم شويه. طب اما نيجي ناكل بقى ايه اللي يخلينا نحس ان احنا شبعانين؟ اول حاجه قلنا الاكل فيه كنت الياف كتير اللي هي الحبوب، عارفين الحبوب الفاصوليا، الفول، العدس، لا الحبوب اللي هي البليله، كويس، البقول اللي هي زي الفاصوليا، الفول، العدس، اخد الخضروات، اخد الفاكهه. اما اكل بقى اعمل ايه؟ اكل على بالراحه، يعني بتشوف انت الطفل الصغير ما بيجي ياكل تفضل تقول له ابلع ابلع اتلح علشان يبلع، هو سبحان الله بيطبق الفطره. الفطره بتاعته انه ياكل بالراحه، مجرد انه ياكل بالراحه هيخلي الاكل فيه يعني يستصاغ ويبتدي يتهضم جوه كويس. وفي نفس الوقت لو في ميكروب الجسم هيقدر يتعامل معاه. وفي نفس الوقت بيبتدي يحس بالشبع. فاحنا هناكل بالراحه، حتى انت تلاحظوا لو جالت تليفون وانت بتاكله هتلاقي ايه؟ انك انت رجعت نفسك اتسدت، من في اشاره بتوصل للمخ بعد ثلث ساعه من بدايه الاكل، خليك تحس انك لا شبعت. طيب الاسره لازم تبقى برضو ليها عامل انها تشجع العادات الكويسه دي، ما شجعتش خلاص انا عارف طريقي. مثلا انا مش اكل وبس، اكل واعمل رياضه، انا عايز اتحرك واكل، ده مش هيعمل توازن. احنا قلنا ان ممكن يكون حد محتاج 3000 سعر ويكونوا قليلين عليه وعنده نحافه كمان، لان بيبذل طاقه عاليه جدا. طب المخ بيبذل طاقه، محتاج طاقه، خلينا برضو هنشوف ده في اخر المحاضره ان شاء الله. الاسئله بقى اللي سالني على الجزئيه بتاعت الميه شربها اثناء الاكل دار، ربنا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده وصيه من الله عز وجل، وان ده ترتيب رباني، وان ده احسن لان الانسان يبتدي يستفاد بالاكل بتاعه. ثواني عشان خاطر في اسئله مش عارفه ايه اللي حصل فيها.
فربنا حتى ذكر قصة الرجل اللي أنات من أطعام ثم أحياه، قال له انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني قدم الأكل على الشرب. تمام. طيب المية الباردة مضرة؟ أنا أعرف إن المية الباردة أو المية الدافية يعني بتخلي الجسم يبذل طاقة عشان خاطر يوصله درجة الحرارة بتاعة الجسم يبتدي يتعامل معاه، يعني هي ممكن تكون مضرة على بعض الأعضاء لو أنا هاخدها بصورة عالية، إنما كسبب ضرر أو سبب نفع أنا معرفش، ولكن يعني سبحان الله نحاول إن نعتدل، مش تكون مية ساقعة أوي بتعمل لي وجع في ظهري. كويس. شرب الأكل أثناء الأكل ضار، هو أفضل منه يعني لا ممكن أبلع أبلع، يعني دي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا زي ما قلنا حتى المية كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيمصها مصا، يعني إحنا هناخدها زي اللي بياخدوا بشفاط، عارفين العصير ده أحسن، هيخليني أحس إن أنا بتروي. طيب في سؤال، الوجبة مثلا بتكون ربع رغيف، إحنا قلنا إن نشويات أنا ليا حوالي في اليوم 7، ممكن 7 ممكن 8 8 حصص. الربع رغيف البلدي دوت ممكن هو ده حصة، الربع رغيف البلدي حصة، الثلاث معالق رز، الثلاث معالق رز حصة، الأربع معالق مكرونة حصة. كويس. فأنا دي بالنسبة لي أنا أخدهم في أي وقت أنا عايزاه. تمام. أرجو أن أكون أجبتك. البليلة، البليلة هي فيها حديد، البليلة هي بيبقى هي أكتر يعني كل حاجة فيها كل حاجة بس بنسب. كويس. يعني البليلة دي أنا بيبقى فيها أكتر بروتين، فالبروتين بتاعها بروتين نباتي، أحط معايا بروتين حيواني زي اللبن، يبقى بليلة بلبن، يبقى الاتنين بيكملوا بعض، الجسم يستفاد أكتر. ده اللي فيه البليلة. تمام. ايه الاكل اللي فيه حديد وازاي نعالج الانيميا؟ خلينا نوصل للحته بتاعه الانيميا. في جزء اللي هو فقدان الشهيه العصبي، في ناس اما تبتدي تخش امتحانات او تتضايق ما بتاكلش غصب عنها، بيحصل عندها مشكله نفسيه كده ما بتاكلش. اللي عكسهم بقى اللي هم بيبتدوا ايه يفتحوا الثلاجه كانهم قاعدين في السوق الحره، يفتكروا كانها ناس بيعبوا لهم فيها، يبتدوا يشوفوا ايه الاكل الجديد كل لحظه يعني، او بيبتدوا ياكلوا اي حاجه قدامهم. فالاثنين دول من الحاجات اللي بتحصل بالذات في وقت الامتحان، في ناس او وقت ما الانسان يكون زعلان، فننتبه ليهم قوي. لو انا في حد عنده فقدان شهيه عصبي، لازم انا لو عودت نفسي على مواعيد اكل معينه فهو فهتغلب على مشكله فقدان الشهيه العصبي ده. كويس. اللي عنده نهم عصبي ده يبتدي ياخد دش مثلا، او يجي يبتدي بعد كده يروح يعني ينزل مثلا يعمل نشاط رياضي. لو انا دخلت النشاط عملت مثلث حياتي اكل ونشاط رياضي فيه، او غيرت اللايف ستايل بتاعي، فانا حياتي اكيد هتبقى ليها معنى تاني، مش هيبقى اعتمادي ولا همي ان انا اخلص طبق الاكل، وهبتدي اكل بطريقه بالراحه، وانظم نفسي برضه على وقت الاكل، يعني انظم نفسي على وقت الاكل. طب ايه بقى المشاكل اللي بتحصل تاني؟ يمكن اكتر حاجه شائعه اللي هي فقر الدم اللي ناشئ عن عوز الحديد. عوز الحديد ده اللي هو الانيميا زي ما بنقوله، ده هنقدر نعرفه اكتر من ايه، من دكتور مثلا بيبقى تحليل الدم، واحنا عارفين يعني معظم الناس دلوقتي ممكن يقول لك لا انا عارف واروح وخلاص. طب مشكله الحديد، نقص الحديد دوت بيبتدي ممكن مع الاطفال من هم صغيرين، الطفل بيتولد ربنا حاطط له حديد في جسمه لمده 6 شهور من امه طالع بالحديد، واللبن بيبتدي يرضع الطفل ما بياخدش اي حاجه تاني غير اللبن، واللبن ما فيهوش حديد خالص سبحان الله، او الحديد اللي فيه بسيط جدا، ويعني لا يعني يعني هو يقال انه حتى ما فيهوش حديد، يعني لدرجه ان هو بيتقال انه ما فيهوش حديد خالص. فيبتدي هما الاثنين على فكره بيتعارضوا في امتصاص بعض، عشان خاطر بس ما حدش مثلا لو جه قال لك ايه انا اخد قرص كالسيوم على قرص حديد وابقى كده عوض، لو خدتهم مع بعض مش هتستفاد بيهم تمام. طب الطفل بعد 6 شهور بيبتدي ياكل بعد كده من اكل اللي بره، فبيبتدي ياخد حاجات فيها حديد، فلو ما خدش الحاجات اللي فيها حديد بيبتدي يحصل عنده انيميا. تعالى بقى الطفل ده بقى مراهق بعد كده وهو عنده نقص الحديد، عنده انيميا، هتلاقي عنده بقى مشكلات، علامات بقى هتلاقيه وشه شاحب، عنده صداع، عنده دوار، شهيته للاكل مش كويسه،
قلبه فيه خفقان كتير، تعب سريع على أي حاجة بيعملها، ضعف في التحصيل، ما بيقدرش يستوعب كل حاجة، ده هنلاقيه بسبب فقر الحديد. طيب أقدر أعمل لي وقاية منه؟ آه. إيه اللي أعمل لي وقاية منه؟ أعمل الغذاء المتوازن في المجموعات الغذائية كلها. الحديد معظمه بيكون في المصادر اللي فيها بروتين. طب الحاجات اللي فيها بروتين، البروتين عندي فيه نوعين، في منه نباتي وفي منه بروتين حيواني. البروتين النباتي الجسم بيبتدي يعني ايه، يعني ممكن ما استفادش منه قوي. طب انا لو دخلته مع بروتين حيواني بيبتدي الجسم يستفاد بيه كويس. زي ايه؟ اعمل حاجات ايه كومبلمنتري، يعني اعمل تكامل فيها. الحاجات اللي يعني انا لو خدت دي حاجه نباتي، لو خدت حاجه حيواني فببتدي الاقيها مثلا هتكون في حتت اللحمه، وبالذات مثلا اللحوم الحمراء، مع اني افضل ان ما اخدش اللحوم الحمراء دي كل يوم، ليها اثر جامد جدا على الجسم في حاجات ثانيه. بس احنا بنتكلم على حد دلوقتي مريض بيبتدي يتعافى، فهيبتدي اكتر مصدر هياخده هياخد منه الطحال، الطحال اكتر من الكبد، من الكبده هيبتدي يلاقيها في اللحوم. تمام. هنبتدي نلاقي الحاجات دي برضو موجوده معايا في مصادر تانية زي العسل الاسود، بس هتكون برضو ده مصدر نباتي فهيكون ضعيف، فممكن نستعيد عنه ان احنا نكمل معاه حاجات تانية. مثلا لو خدنا معاه ليمون جنبي بيخلي استفاد بالحديد اللي فيه، لو كلت سبانخ، السبانخ فيها حديد، اخد جنبيها ليمون بيبقى كده استفدت بالحديد اللي فيه. اخد مصدر فيتامين سي جنب الحلو، اتناول الحصص اللي هي مسموح لي من اللحمه او السمك او اي حاجه كويس، دي بيبقى الامتصاص فيها عالي قوي، الجسم بيمتص اصلا الحديد لما بيحس ان هو عايز حديد بيمتص جامد قوي، بالذات اللي عندهم انيميا. اخد عصير، ممكن عصير طماطم كويس وقت الاكل، بيت عصير طماطم طازه عشان خاطر تكون مصدر فيتامين سي. اخد ليمون قبل الاكل، اخد مثلا لو عندي عصير جوافه او عصير برتقال اخده قبل الاكل، خليني استفاد بالحاجات دي اللي في الاكل او متزامن معاه. تمام. طيب ممكن اذا ما عنديش يبقى ليموناته. طيب ما اخدش الميه او المشروبات الغازيه او الشربات، المشروبات الغازيه بتبقى سيئه جدا، وفي منها بيبقى محتوي على ماده الكافيين. اللي موجوده برضو الكافيين دي هنلاقيها فين؟ هنلاقيها في الشاي وفي القهوه، وهنلاقيها في ايه كمان؟ هنلاقيها في الكاكاو وفي الشوكولاته. يعني معظم كمان اللي بتلاقي عندهم انيميا فيهم بياكلوا شوكولاته كتير، لان اصلا الكافيين اللي فيه بيتحد مع الحاجات اللي فيها حديد في الجسم فبيروح مفلبشها، يخليها ايه، ما يستفادش باي حاجه فيه. طب احنا ننتبه بقى في الحاجات دي، ان احنا بنحاول نتجنب الشاي، القهوه، الشوكولاته، الكاكاو، المشروبات الغازيه كويس، الحاجات اللي فيها مصادر صناعيه، اي حاجه، واي حاجه دلوقتي فيها مصادر صناعيه. فنحاول اطلع بالاكل من البيت، والشاي الاخضر، والشاي الاخضر يحور برضه. الشاي الاخضر، الشاي سواء الاخضر او الاحمر بيمنع امتصاص ست عناصر من الجسم لو انا خدته مع الاكل، فانا افضل اي حاجه من الحاجات دي اخدها بعد الاكل او قبلها بساعتين، بحيث اكون ضامنه يعني انا كده اكون استفدت بيه كمضاد اكسده، حاجه تنشط الجسم وفي نفس الوقت حاجه تخليني استفاد، يعني استفاد بالحق بتاعها. يعني انا دلوقتي لو خدتهم مع بعض ممكن يكلبش لي الاكل، ما يخلينيش استفاد، بس انا خدته في وقت تاني فبيخلي الاكل بتاعي يستفاد بيه قوي، وانا استفدت بالشاي واستفدت بالاكل، هو انا نفس الشخص صح؟ مفيش داعي ان انا اخدهم مع بعض. طيب اخد بقى خضار يوميا وافطر يوميا وانوع من الاكل اللي باخده كويس، اخد اكل فيه حديد كويس، ما اجيش اقول مثلا زي الفيتامينات اخدها مثلا مع بعض او كده. ايه الحاجات، السؤال اللي هو هنا بيقول دي تاثير على الانيميا، الشاي الاخضر ليه تاثير على الانيميا لو انا خدته زيه زي الاحمر، الشاي الاخضر زي الاحمر، زي القهوه، زي الشوكولاته، بيأثر، بيبقى في مواد بتمنع امتصاص الحديد كويس. ايه بعد الاكل؟ طيب بعد ايه؟ بعد الاكل بقد ايه؟ بعد الاكل بحوالي ساعتين او قبل بساعتين ده يفضل، وبالذات الاكل اللي فيه يعني البروتين بتاعه بروتين نباتي، لان البروتين النباتي فيه حديد، فالجسم ما بيبقاش قادر انه يستفاد بيه قوي، فاحنا بنخلي الجسم يستفاد بيه، بحط مصدر طبق سلطه الليمون مع الاكل. تمام. الجرجير حلو، اخد برضه من الجرجير الحاجات، الليمون اللي بنحطه على الفول يخليني برضه استفاد،
يعني الحاجات دي بتبقى بسيطة جدا بس بيبقى ليها أثر. طيب إيه، خلينا تاني نشوف حب الشباب الشائع عند الشباب. حب الشباب هو دي من مشاكل التغذية؟ اه يعني دي بس مش حاجة خاصة بال، يعني إن دي تغير هرموناتي كده، ما هو كل إحنا اتفقنا أي حاجة بتبقى إحنا بناخدها في بقنا بتأثر على جسمنا في كل حاجة. ممكن يكون في عامل مرضي، إن يكون في مثلا بكتيريا معينة كالعادة، ممكن يكون في هرمونات، ممكن في أكل بيأثر إن هو يسبب لي حب الشباب الشائع. اللي عنده حب الشباب ده يعني إيه أحسن حاجة ليه؟ في ناس تقول لك خلاص أنا ما باخدش دهون عشان يبقى ده دهون وبشرتي دهنية، ممكن تكون طبيعة. أولا أنا ممكن أعامل أو آخد الدهون اللي تفيدني، أو في الحاجة دي الدهون اللي تفيدني هي الدهون اللي جاية من مصدر اسمه أوميجا 3. أوميجا 3 ده هلاقيه في الأسماك، السمك فيه أوميجا 3 زي المكريل. يعني أنا مش عارفة في ناس بتحبه في ناس لأ، المكريل من الحاجات المهمة وحلوة جدا وفيها دهون، أو الأسماك الدهنية عموما بتبقى فيها أوميجا 3 أو زيت كبد الحوت. بس أنا بقول هو محدش ياخد يجيب الدواء ياخده بمزاجه، لأن الحاجات دي بتأثر في الجسم، بتستنى فيه، بتسبب تسمم بعد كده، فانا ما اخدش الحاجات دي. انما في الاكل ما حدش هيجيله تسمم من الاكل، بس ممكن يجيله امراض من الاكل. انما الفيتامينات والاملاح المعدنيه والحاجات اللي الناس بتنزل تشتريها دي عشان خاطر تغذي نفسها، لو في حد ممكن عنده حد شباب اه، لو هياخد لفتره بسيطه جدا، لو هو يعني مش تحت اشراف طبيب، بس للمعلومه اولا ان هو يكون ياخد حاجات مثلا زي اقراص، مثلا زي زيت كبد الحوت، يعني ما ياخدهاش يعني اكتر من شهر مثلا، ما يكترش عن كده. الاوميجا 3 دي موجوده في ايه؟ الاوميجا 3 حور موجوده في السمك، مصدر طبيعي، راحت ربنا قال عليه، يعني ان ربنا بيخرج من البحر سبحان الله لحما طريا، ده اللحم الوحيد اللي ربنا خصه انه يكون طري من وسط اللحم. حتى لو انت شفتي الفراخ ما بتبقاش طريه، صح؟ اللحمه ما بتبقاش طريه، بتبقى حالا متغسله. ربنا سبحان الله ميز السمك بحاجات من دي، ان هو اللحم بتاعه طري بسبب وجود زي حاجات زي الاوميجا 3 وحاجات تانية بتكون معاه. الاوميجا 3 دي مصدرها كده حيواني، طب ليها مصدر نباتي؟ اه، اللي هو الزيت الحار اللي احنا قلنا عليه، اللي هو زيت بذر الكتان. ولو وقت ما اجيبه اهتم قوي ان انا اجيبه يكون، يعني يقول ان الزيت الحار الحلو قوي يبقى عامل زي البندق، يبقى ريحته عامله زي البندق، كل ما يكون فاتح يبقى احسن، واشتريه في ازازه تكون غامقه عشان اعرف انه مش متاكسد، استفاد بيه. تمام؟ مهم ان انا اخد حاجات تكون فيها سمك، مهم قوي للمخ وللجسم. يعني المخ بيبتدي يبني الذكاء بتاعه وبيحصل الروابط بتاعته لو لقى الاكل بتاعه المفيد اللي هو بنلاقيه في الاوميجا. فتعلم ازاي تعرف تختار الاكل المفيد بتاعك. طيب تسوس الاسنان دي بتبقى اكتر حاجه في الناس، يعني اول ما بيتولد كده يبتدي مشكله بقى يسنن، بعد ما يسنن يبتدي يكبر، سنانه بيغير، يفتح شباك سنانه تتكسر، يبتدي يغير اسنانه، بيكون ليها اسباب. ليها اسباب زي ايه؟ اسباب اولا ممكن في السنان بتاعهم بتتسوس وراثيا، بحيث ان هو الانسان ده مثلا في جينات عنده كده، في ناس بتاخد اقراص حديد بتبوظ سنانها وتخليها حتى لونها سودة، في ناس بتتخمر عندها الكربوهيدرات في بقها، في ناس بتبقى في بكتيريا في بقها، في ناس بيبقى عندها نقص فلور اللي موجود في الميه. على فكره كتر الفلور او قلته بتسبب مشكله في السنان. كويس، فليه اكتر من سبب اللي هو تسوس الاسنان. طب اعمل ايه عشان خاطر اتفادى الموضوع ده؟ اولا ان السنه دي بتبقى مفيده عندي في حاجه، انها بتأدي وظيفه، انها بتقطم، بتمضغ، بتطحن، بتهيئ بدايه الجهاز الهضمي، مش انا اخد الاكل ابلع. انا ذكرت الحته دي لان في ناس في وقت من الاوقات مثلا مش هيقدروا ياكلوا، ياخدوا حاجه بسيطه، لحمه مفرومه مثلا، بس ما تبقاش مثلا اللحوم اللي هي تبقى من كلها دهون، لا اخد الحاجات الكويسه. طب انا دلوقتي السنان وقت ما تعجز عن اداء وظيفتها ايه اللي بيحصل؟ بيحصل سوء هضم. بني ادم بيبلع، اللي احنا دلوقتي بنتشطر نقول له ابلع ابلع، يعني ما تعديش الاكل. بعد ما بيحصل اضطراب هضم، بيحصل يعني سوء في الهضم، بيحصل اضطراب معوي. بعد كده نسمع بعد كده عن اللي يقول لك اه لا انا عندي القولون العصبي وعندي مش عارف ايه.
ده برضو بيبقى بيخلي الألياف على فكرة، بسبب برضو الألياف دي على فكرة يا جماعة، يعني لو يتقال فيها عمرنا ما هنخلص، ولا عن فضلها وإن ربنا كرمنا بيها. أي نعم بتكون غير مهضومة، بس بتأثر تأثير إيجابي رائع جدا في الجسم. طب أنا أقدر أمنع تسوس الأسنان بتاعي إزاي؟ يعني ليه أكتر من حاجة أقدر أعملها؟ أول حاجة أتغذى تغذية سليمة، أخد الحصص المطلوبة مني من مجموعات الخضار والفاكهة. الحاجات اللي فيها ألياف دي بقى إيه؟ بتنظف السنان، بتبقى عاملة زي يعني هي ألياف في الجسم. أي نعم الجسم بيبقى عامل جواها تحات وبره برضه تحات. أخد الحاجات اللي هي غنية في الكالسيوم والفوسفور، ربنا خلقهم في توازن هنلاقيه في اللبن. طب تعالى دلوقتي إحنا خدنا حاجات فيها فوسفور عالي، هتعمل إيه؟ هتطلع لي الكالسيوم من العظم، هتطلعه من السنان، هتطلعه من الدم. الحاجات اللي فيها فوسفور عالي زي ايه؟ الكولا واخواتها، بتطلع الكالسيوم من الجسم، وبتدي بعد كده السنان دي بتقع، بتتوه، بيحصل مشاكل. فمهم اخد الاكل الغني في الكالسيوم والفوسفور، وهنلاقيه اكتر حاجه في اللبن، تاني حاجه في الالبان، وبعد كده في الاسماك واللحوم بعدها. طيب بعد كده في اخد الحاجات اللي فيها فيتامين ايه، فيتامين ايه ده كويس قوي عشان خاطر المينا بتاعت السنان، فيتامين سي، فيتامين ايه الاقيه في ايه؟ الاقيه في الجزر، الاقيه في الـ يعني الاقيه في الكبده، الاقيه في البيض. كويس، فيتامين سي هلاقيه في ايه؟ الاقيه في الخضروات الطازه، الاقيه في الفاكهه الطازه، الاقيه في الجوافه. كويس، ده لسه جدا، وفي نفس الوقت كويس للاسنان. الكالسيوم والفوسفور كويسين لايه؟ تكلس الاسنان يخليها بتتراكم على بعضها، ما تبقاش عامله الاسفنجه الهشه وتقع، سواء السنان او العظم بعد كده. وعكس ده كله ان الانسان ما ينضفش اسنانه، يمكن حتى كمان يتوسط الطفل اول ما بيتولد سبحان الله بيتمسح له بقه بعد ما بيرضع، هو لسه ما فيش سنان، يبتدي يجهز اللثه بتاعته. فاحنا المهم اول ننضف سناننا بعد كل وجبه، اهم حاجه ان احنا ننضفها. يفضل احسن حاجه المسواك، بعدين المضمضه، بعدين الفرشه، يعني بعد سواك الفرشه، وبعد كده ما فيش حاجه اضعف حاجه المضمضه، ان انا انضف سناني قبل ما انام بالفرشه. بعد الاكل والحاجات اللي فيها سكريات اشطف سناني، اشطفها بالفرشه كويس. اقلل المشروبات الغازيه، يعني احنا لو جبنا حد عنده سنه مكسوره كده قديمه، او جبنا اي سنه اي طفل وحطيناها في مشروب غازي وبالذات الكولا، هنلاقي ان السنه دي بتزيد من كميه الفوسفور. طب تخيلوا بقى في الانسان، تخيلوا ايه اللي بيحصل جوه الانسان. هبتدي اقلل من المشروبات الغازيه والشوكولاته والحلويات، وهاخد الحاجات المفيده. يمكن هنا حتى حاجه تقول اكثر الالم وجع، هو الالم اللي بيجينا من اللي احنا بنحبه. احنا بنحب الشوكولاته، هي اصلا مكسره لنا اسنان. خلي بالنا كويس. في اعداء للذاكره، في اعداء للذاكره. الاعداء بتاعت الذاكره بتاعتي، ثواني احنا كده تجاوزنا كل النقط ولا كان في حاجه؟ في التدخين والادمان. التدخين في ناس بتسعى انها يعني بتقول لبعضها ايه، تحب تشرب او يبتدوا يعلموا بعض عادات غذائيه او مش عادات سلوكيه غلط، فيبتدي يعرض على حد الدخان او يقول له انت يعني زي يعايره مثلا ان هو مش بيدخن او كده، فيسبب له اذى. مهم جدا ان احنا نستبدل التجاره بالسواك، ده سنه، ودي كان اخر حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يسيب الدنيا كان بيتصور، يعني حتى سبحان الله السواك، لانه هيقابل ربنا وبقه ده هيشهد عليه. فاحنا نحاول نخلي اسناننا دي سبحان الله دايما، حتى نفتكر واحنا بنتسوق ان احنا يعني بنفكر نفسنا كده ان احنا ما نقولش الا طيب، ما ناكلش الا طيب، ما نعملش الا طيب. سبحان الله السواك من اعظم الاشياء اللي ربنا سبحان الله جعلها او اوجدها، احسن من احسن معجون سنان، واحسن من احسن فرشه. والتسوق الصحيح بيكون عن طريق ان انا بمسك السواك، مش بسوق الاسنان بس، الاسنان واللثه واللسان. وفي احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتدل على كده. نرجع للنقطه اللي احنا كنا هنتكلم فيها اللي هو اعداء الذاكره. اعداء الذاكره اول حاجه ان انا قاعده طول النهار مش بتحرك، مش بعمل حاجه، ممكن بنام، ما فيش نشاط بعمله، ما فيش رياضه بعملها، بنام بمزاجي، بصحى بمزاجي، بيأثر معايا، بيأثر على الداتا بتاعت الدنيا. التدخين بقى، سواء التدخين ده سلبي او ايجابي،
ده من الحاجات السيئة جدا اللي بتبتدي تخلي الجسم يتحفر. يعني هو الجسم طبيعي بيبقى فيه نواتج إخراج وفيه نواتج تانية بتجيله عن طريق الهواء، فبتيجي بعد كده إن أنا آخد تدخين ولو حتى الصورة سلبية دون من الحاجات اللي يعني لو إحنا وقفنا قدام عوادم سيارات بتكون أهون من التدخين كمان. الكافيين، الشاي، القهوة، الكاكاو، الكولا، دي بتبقى حاجات عالية في الكافيين بتبتدي تدمر الرابط اللي بين الدماغ. الأدوية زي الأم فيتامين والحاجات اللي في ناس بياخدوها عشان خاطر يبتدوا يذاكروا أو يقول لك تنشطني وتخليني أبقى مركز. السكريات البسيطة، السكر الأبيض اللي هو بحطه على الشاي أو على القهوة أو على أي حاجة، أحسن منه إن أنا أبتدي أعود نفسي على طعم الحاجة اللي ربنا خلقها أو أبتدي أقلل من الكمية. ممكن أحط عسل بس برضه ما أكترش، كتر الحاجة ممكن يسبب لي أذى بعد كده. البروتينات الفقيرة، البروتينات الفقيرة اللي هي البروتين اللي أنا إيه باخده من غير ألياف والحاجات اللي يكون زي البروتين النباتي أو البروتين اللي ما بتجيش يخلي لي خلايا الجسم أو خلايا المخ تبتدي تكتمل كويس. الدهون الضارة، الدهون الضارة دي اللي هي الدهون المشبعة وهنلاقيها في الدهون الحيوانية، أحسن مصادر الدهون الجسم محتاجها برضه، مش محتاجها. الجسم محتاج الدهون بس بكمية قليلة، احنا بناخد دهون حيوانية بصورة عالية جدا. الدهون الحيوانية دي يعني عايزة اقول لكم بتعمل بلوك كده على البني ادم وبتبتدي تسبب له مشاكل في القلب وبتسبب له مشاكل في الجسم كله وفي الخلايا العصبية وبتسبب له على كل مستوى. يمكن دي اكتر حاجة، لان كل خلايا ربنا خلقها محاطة بهالة من الدهون هي اللي بتفلتر بكل اي حاجة او خروج، فيبتدي بعد كده الجسم ياخد دهون بره فبيبتدي يحصل لخبطه في تركيب الخلايا فتبتدي تلخبط اللي يدخل واللي يطلع فيبتدي بعد كده يحصل اللي هي الامراض والاورام السرطانيه اللي ملهاش اي تفسير ولا اي حاجه غير ان الانسان بياكل غلط وبيتعامل مع الهبه اللي ربنا اداها له غلط. طيب اعداء الذاكره دول انا اقدر اتفلتر معاها؟ اقدر اعيش معاها؟ لا، هعاني. هما حتى كمان لما يجوا يعني يجيب اي حاجه بره ممكن تاذيني، مش هيداني بالصوره دي، مش هيداني غصب عني، هو هيديني بشكل صوره اعلان حلو جدا، يعني يقول لك تعالى خد الحاجه مني واشتريني، انما محتاجه فلوسك ومش هيديها لك بالعكس، هيديها لك بالسياسه اللي تقدر تطلع منك فلوس. حاول انك تبعد عن الحاجات دي، اعرف الاكل بتاعك كويس قوي، شوف البطاقه الغذائيه اللي انت بتاكلها بتاعت اي حاجه، اقرا النيوتريشن فاكت وهتلاقي كل حاجة طبعا أصلا يعني الغذاء اللي معمول المجهز أو المعلب معظمه هو معمول عشان أصلا الناس اللي كانت طالعة الفضاء فدلوقتي اتعملت كتجارة، الناس ما كانوش هيلاقوا يعني لو حاجة باظت مش هيلاقوا أكل ولا هيلاقوا دكتور وممكن يموتوا أما طلعوا الفضاء. طب أنا دلوقتي إيه اللي عملته؟ أنا دلوقتي حافظت على الأكل إنه ما يظهرش عليه مظاهر الفساد، بس أنا حطيت له فساد من نوع تاني، فساد كيميائي، وفد من انواع تانية انا مش كنت عايز ادخلها. هبص للحاجات اللي موجوده على النيوتريشنال فاكت، يا ريت نعرفها قوي نقدر نختار منها الطعام المناسب، وبالذات ان في ناس عندهم امراض وكنت افضل ان مفيش حد يشتري اصلا حاجه دي اي حاجه مغلفه. اول حاجه بنشوف ايه يعني اول حاجه في الترتيب يعني اللي مذكور عندي مش اكتر، ان انا بشوف الكالوري بتاع الحاجه ده بيديني 250 كالوري مثلا، طب 250 انا محتاج في اليوم مشتاف في اليوم مثلا اخد 2000، فانا كده قطعت شوط كبير قوي 250 دولار، طب ده هتشبعني ولا لا؟ اهم حاجه ابقى عارف يعني انت ممكن تاخد اصلا يعني سعرات حراريه عاليه جدا من الكولا اللي انت بتاخدها، ده عشان ايه؟ عشان خاطر انت بتاخد حاجه فارغه هتحس انك جعان بعد، مش هتشبع بالكولا مثلا. بنيجي نشوف هنا الصوديوم، بيقول لك هنا خلي بالك ان ارتفاع نسبته في الدم بتسبب حدوث الوزن اللي هو الورم وارتفاع ضغط الدم، وغير انها بتاثر بعد كده تطلع الكالسيوم من العظم وتعمل هشاشه. لو حطيت لك منظر الطماطمايه عشان تعرف ان ده المنظر الطبيعي بتاعها يمكن احسن. البروتين، البروتين عندي موجود هنلاقيه بيرتفع نسبته في الدم وارتفاعه بيسبب اليوريا كويس، وبيقول لك هنا نسبه الصوديوم 470 نسبه حوالي 20% من الواحد ياخد في اليوم كتير. البروتين هنا حاطته لك، لا ده ما فيهوش بروتين يعني الاكل ما فيهوش بروتين ابدا. الحديد بيقول لك نقصه بيعمل فقر في الدم وشطوب واضطراب في الوجه وتعب وارهاق وضعف شهيه.
4%. وعلى فكرة ما بيبقاش طبعا زي الحاجات يعني، لو حتى هو مدعم بالحديد فأنا أخلي بالي إن مش هيكون زي اللي ربنا عامله ده. الكالسيوم نقص، بيعمل هشاشة، بيعمل فقر دم، بيعمل أمراض صدرية، بيعمل كرامبات. السكريات يعني لما تكون عالية أو بتسبب عطش، تعب، إرهاق، كحة، الأطراف تبقى منملة، غير إنها بتبوظ نظام المناعة. البوتاسيوم، ارتفاع نسبته في الدم، ورسم لك هنا زي البرتقانة عشان برضه نبقى واخدين بالنا. ممكن يقول لك إن البوتاسيوم في البرتقانة، هتلاقيه في الموز برضه، بتبقى نسبته في الدم بتعمل شلل مؤقت لو هو كتير، ممكن يوقف عضلة القلب على فكرة. فنهتم قوي في الحاجة دي عشان إحنا بناكل وبنعتمد خلاص. في ناس على فكرة بتعيش حياتها، بقيت حياتها مش قادرة إنها تحط لقمة وتاخد أي لقمة بحساب. فنخلي بالنا يعني نعم لربنا من الدهنة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده الحاجة بقى اللي أنا ممكن أكون فاكرها، المذاكرة دي ممكن تكون محتاجة غذاء عالي في الطاقة. احنا دايما يعني مثلا في الايام انت قاعد، مامتك او باباك او اي حد جاب لك سندوتش قال لك خد كل عشان تتغذى، عشان بتذاكر، عشان تقدر ترخي. طب ده صح؟ لا، مش نظريه سليمه. فتره يعني احنا لو جينا بصينا اي انسان قاعد، اي انسان قاعد، لو هو قاعد يعني بيستهلك من حوالي مثلا، لو احنا قلنا يعني قاعد حاجة بسيطة جدا، هياخد الكالوري بتاعه مثلا لو هو 2 وهو قاعد وهو بيجري هياخد 12. فاحنا دلوقتي سواء بقى هو قام عمل كتابة، مجهود كتابة، او عمل طباعة، او وقف، هياخد مثلا من حوالي 1.5 لـ2 كيلو كالوري هيحتاج ان هم يحرقهم الفترة دي. طب التركيز الذهني يتساوى مع المجهود البدني؟ التركيز الذهني لا يتساوى مع المجهود البدني. فانا ما اقدرش اقول ان انا عشان قاعد بذاكر افضل اكل عشان اقدر اركز، لا، انا اخد الاكل المغذي، ادي المخ الاكل بتاعه اللي هو محتاجه. كويس. الطاقه بتاعه العضل غير الطاقه بتاعه القرايه والكتابه والاعمال اللي فيها وقوف، او الاعمال الكتابيه، او حتى لو يعني بتحرك حركه بسيطه. حتى تلاقي اللي بيتحرك كتير اللي بيتحرك كتير هتلاقيه بيبتدي بعد كده عايز ايه يعني ياكل، يحس مجعان اكتر. انما انا قاعد ما بيبقاش في مجهود. طب انا عشان انقل يعني ادي الجسم بتاعه الغذاء بتاعه بالذات مخي، اعمل ايه؟ اخد الاكل على 5 وجبات توصل ل7 بدل من 3 وجبات ثقيله. اللي بياكل وينام ما يعملش كده. هو على مستوى المخ وعلى مستوى الجسم ده مضر جدا. طيب ايه لو انا اكلت وجبه ثقيله بقى؟ اكلت وجبه ثقيله ما شاء الله، ممكن بكره الصبح عندي امتحان. الله اعلم واعلم بقى مين اللي راح ومين اللي حل ومين النتيجه دي. انا ما اعرفش النتيجه دي جت ازاي. بتخلي الانسان يوخم جدا، يعني بتخليه تعبان. لان في ناس تقول لك اتغذى كويس عشان النهارده وعشان بكره عندي امتحان، دي بتبقى حصيله للجسم. فلازم الغذاء بتاع المخ غذاء المخ اكتر حاجه، وخليكم معايا قوي في الحته دي، اللي هو بيكون السكر البسيط سهل الانتفاض. مدون ممكن اخده من عن طريق يعني احسن من العصير، ثمره الفاكهه نفسها. ثمره الفاكهه بتكون كويسه جدا جدا جدا، بتدي المخ بتاعي الطاقه بتاعته في الوقت اللي هو عايزها، وبتشبعني، وبتديني لو في اي حاجه مش ضاره، يعني تفاعلات ضاره او في وصلات مش مرغوبه في الانشطه بتاعه الجسم نفسها او المخ، بتبتدي تفلترها. فمهم قوي ان انا ممكن اخد فاكهه، احط فاكهه جنبيه وفاكهه تشبعني. وغذاء المخ برضو هلاقيه في الدهون، بس الدهون هنا هتكون ايه؟ نوعا وليس كيفا. الدهون واحسنها هيكون زيت الزيتون، يليه الزيت الحار، بعد كده اللي هي الدهون اللي بتكون اللي ممكن بقى تطرأ تسبب لي فعلا حب الشباب، زي هو زيت الذره والزيت، لا اللي هو زيت الذره واللي هو زيت دوار الشمس وزيت الصبح. اي نعم هم مفيدين، بس انا دلوقتي ما بقاش عايشه فيهم معظم الوقت، ما بقاش كل الاكل محمر. سؤال ثاني، طب انا دلوقتي المنبهات والمنشطات قبل الامتحان يا ترى دي هتكون ضاره؟ انا في الامتحانات ببتدي اخد ايه؟ عقاقير ومنبهات، وممكن اشوفها دي حاجه كويسه ان خليني مصحصحه، يا ترى دي كويسه ولا مش كويسه؟ الحاجات دي على فكره يعني يفضل ان انا اتجنبها، ليها اثر، بيبتدي انها
بيبتدي ليها مشكلة. الكافيين ده بيزود لي ضغط الدم، بيكون ديوريتك يعني بيخلي الإنسان يطلع الماء اللي في الجسم، يخش الحمام كتير، بتأثر على دقات القلب جامد قوي، بتبتدي تلعب لي على صمام الأمان بتاع الجسم اللي هو الشعور بالتعب. أنا مش هحس إن أنا تعبان، فبيبتدي الجسم بدون شعور يعني لو في أي مشكلة فيه الجسم يعني جزء بتاع الشعور بيبتدي يتخدر كويس، فمبتديش يحس بأعراض بأعراض التعب. فيجي بعد كده لو حصل أي مشكلة بتسبب وسام مفاجئة، لأن الجسم ما اداش تنبيه، التنبيه اتنمل مات. فأنا ما ابتديش، وبالذات الحاجات اللي هي خاصة بمشروبات الطاقة، اللي عنده امتحان يشرب ومطبق ومش عارف ايه، أنا مهم إن أنام كويس، مهم أحسن من المنشطات دول إن أنا أتنفس كويس. أما أجي أخد تمرين النفس أخده كويس كويس. كتر الحاجات دي بتسبب هلوسة، بتقلل التركيز، بتخلي فيه أضرار في يعني الأفكار بتختلط والرؤية بتختلط بعد كده. فلا، مهم إن أنا أمشي على الحاجات الطبيعية والمنبهات الطبيعية. لو خدت حاجة غلط يقول أنا ما بيأثرش معايا، مش حتى لو أنت ما أثرش معاك دلوقتي، ممكن على وقت هيأثر معاك، وممكن يعني إيه يعني دايما نفتكر كده المعدة بيت الداء والدواء، وما ملأ آدم وعاء أشر من بطنه. فأهتم قوي إن أنا آخد الحاجات دي مش عشان أظبط دماغي. طب أنا دلوقتي عايزة تكون عندي أفكار عشان خاطر أنا دلوقتي عايزة أروح المدرسة أو عايزة أروح الكلية بتاعتي، عايزة أروح حتى الشغل، إيه اللي أنا آخده معايا؟ مهم قوي إن أنا أبتدي أفلتر نفسي، أكون حاطط عزم إن أنا أمشي على حاجة صح، أحط في الأكل بتاعي لبن كويس، آخد لبن معايا ان شاء الله حتى يكون لبن بودره كويس، ده كويس قوي احسن من العصير اللي انا هشتريه. اخد روب اللي هو الزبادي ابو الرايب كويس، احاول ان انا اخده خالي الدسم او قليل يعني مش خالي يعني متوسط الدسم، او اخد جبنه ما فيهاش دسم اخدها في ساندوتش او كده. ابتدي بعد كده ان انا احط صنف على الاقل فاكهه كل اسبوع عشان ما احسش ان انا مليت. اخد تفاح موز كمثرى اخده في الشنطه، او ما فيش مشكله ان انا اخده في الشنطه. اخد شريحه بطيخ، بس انا لو هقعد وقت طويل اخلي بالي عشان ما تبصش. اخد عنب مش هيبوظ كويس، انا ناس لو امكانياتي ماشي اخد يعني مره بقى اقطع الحاجه صغيره اقطعها كبيره عشان افتح نفسي. ما انساش طبعا الخضار، الخيار، الطماطم احطها في الشنطه مش مشكله، احطها في بوكس كده بحيث انه ما يعني ما تبصش او انها تتصعب في الحاجه بتاعتي. اكل العيش الاسمر مش الابيض، وده من الحاجات الكويسه قوي اللي هي بتبقى مكنسه للجسم ضد الامراض. اقل من استخدام البسكوت، ما اخدش الحلويات والحاجات اللي عاليه في السكر والدهون، والبطاطس اللي كاس البطاطس انا جعانه اشتري عشان اضل مروح، لا لا خالص. انا ان شاء الله حتى اشتري كوبايه زبادي واقف كلها ان شاء الله. اخد معايا سندوتشات الصبحيه اللي فيها عيش بلدي، دي احسن. كتر الشيبس ده بيبقى هو اصلا معمول من حاجات الزيت القليل اللي هو الزيت المهدرج. عايزاكم بس لو في حد يعمل بحث على الترانس او السيس كات هيلاقي في مشكله كتير قوي في نوعيه الدهون دي، لانها من مسببات كل الامراض التي تخطر والتي لا تخطر على بال، واحيانا كمان بتسبب اسهال. فهي بتقي الجسم من حاجات كتيرة قوي، ان انا لو خدت الحاجة من مصدرها الطبيعية وتعاملت معها صح. يعني انا في دلوقتي في عصير موجودة في السوق رخيصة جدا مكتوب عليها 10% عصير طبيعي. ها لو حد معاه فلوس لو وقعت منه او ادها لأي واحد يعني يتغي فيها وجه الله عز وجل، احسن بكتير قوي ما يروح يشتري. كلها مواد حافظة يعني كأنها بالظبط ملبسة مدلوقة في مية وبياخدوها الناس تتناولها، غير انها حاجات صناعيه ومنتجات صناعيه. طب زيها زي اللي بيجيب مثلا تمر هندي صناعي اللي هو عند عصير القصب والحاجات دي. احسن حاجه اخد عصير طبيعي 100%. هتلاقي في شركات بتنزل عصير طبيعي ما فيهوش اصلا اي سكريات حتى كمان، وبيبقى طعمه حلو، بس انا مع التعود. اما اجي استخدم اللحوم استخدمها اعرف خليني اعرف انها فيها دهن عالي. انت لو حطيت حته السجق او الهمبرجر على الاكل كده على النار هتلاقيها اصلا بيبقى فيها دهون. طب مع الجو الحر بقى وبدايه ونهايه العام الدراسي والدنيا بتبقى حر في الصيف وحر في مع نهايه الامتحانات برضه اللي هي اخر شهر 5 6، فبيبقى لو اتحط وقت طويل دي ممكن تفسد.
الناس بره بيعتمدوا ان هم يحطوا شويه دهون وتوابل ويبيعوا للناس وياخدوا ايه فلوسهم، وفي نفس الوقت ضيع اي ريحه لاي مظهر عدم فساد، ده ان كانت اصلا لحمه ادميه. ممكن انت من الاول تقول ازاي انا بعمل كده او تستغرب وانا مش حاطط اكياس شيبسي ولا حاطط حلويات، بس دي يعني انت نفسك هتحس ان دي نقله في حياتك وان صحتك بقت احسن بكتير جدا جدا جدا. حاجه بتقول لنا you are what you eat، انت الحاجه اللي بتاكلها، وعشان خاطر تبتدي تحسن التغذيه بتاعتك اولا هنبتديها في الاطفال اللي هم سن ما قبل المدرسه وبدايه الدراسه عشان خاطر ينمو كويس. هتحط له الاكل بصوره مثاليه شكله كويس، زي ما احنا شفنا اللي هي الصور بتاعت الشطائر الضاحكه وعلى شكل اشكال دي عشان تفتح نفس الاطفال. هنحط لهم لوحات ارشاديه في المدارس، ودي هتبقى عكس اللي بيبقى موجود في الاعلانات اللي في الشوارع وفي التلفزيون اللي جايبين كلها اطفال، بس التانيين صارفين فلوس عشان يروجوا الحاجه. فانت بقى هتروج لصحتك ازاي؟ هتحافظ على صحتك ازاي من الحاجات دي؟ يعني هم هيكسبوا من الاعلانات، انت بقى هتكسب نفسك ان انت تعمل الحاجه دي. لو في حد ليه امكانيه انه يحطها في المدارس، كان زمان حتى الكراسات كانوا بيكتبوا عليها اتناول الاكل اصحى بدري مش عارف ايه، فيها نصائح. دلوقتي الحاجات دي ما بقتش موجوده لان مدفوع عشان خاطر الحاجات دي ما تظهرش. واللي منها ومهم قوي نعرفها، الملح اللي بيبقى موجود في البطاطس والملح اللي بيبقى موجود في المكرونه السريعه التحضير كويس، هو اصلا كان زمان وفي دراسات تمنع ان الاطفال اقل من سن 6 سنين ياخدوها لانها بتطلع على المخ عدل. هي واللي هي المشروبات اللي هي المجهزه اللي هي زي التانج او اللي هي من هذا القبيل، اللي هي المشروبات سريعه التحضير برضو بتبقى حاجات ليها ممنوعه للاطفال اقل من 6 شهور. بس دلوقتي الكلام ده ما بقاش يتكتب لان هم يسعوا لربح مالي وليس لصحه. فانت اسعى لصحتك لان محدش هيسال فيك لو انت اللي تعبت بعد الشرعه. مهم قوي انك تبيع، يعني لو في حد اداره مدرسه تبيع الوجبات الخفيفه اللي فيها لبن فاكهه حاجات بتنتج الطاقه، حلاوه طحينيه تاخدها معاك حلوه حلوه جدا، لان على فكره في ناس يعني من الاكل ممكن يجي لها امراض، ممكن من كتر اكل ده يجي له ضغط يجي له سكر بياكل وهو بيذاكر حاجات فيها ملح كتير فبوظ السهم. ما بيقدرش هو بياخد كميه قد ايه وبياخد سكريات بسيطه خلاص، يعني انتقل لمرحله مش هيعرف يرجع ليها تاني. فمهم انك تاخد حاجات تكون مفيده ومغذيه، خد وجبات خفيفه من المنزل، خد من البيت احسن. لو هتشتري من المدرسه يعني مش ما فيش حاجه هتكون انظف من البيت باي حال من الاحوال، باي حال مش هتلاقي انظف من البيت. نوع بين الأطعمة المقدمة في المدارس عشان خاطر ما تحسش إن أنت متضايق، مرة بطاطس وبيض، مرة جبنة، مرة فول، مرة طعمية، واعمل الطعمية في البيت أحسن لو أنت كبير. لو أنت صغير اطلب من أسرتك إن هما يجهزوا لك طعمية أو حاجة مثلا تكون من البيت، يعني مش بتاخدها من الطريق وتمشي. اتناول الخضروات بكميات كويسة، وقلل من الحلويات والدهون والسكريات اللي ملهاش أي قيمة غذائية ولا أي حاجة، وانت هتلاقي نفسك يعني بقك اتعود على كده وريقك اتعود على كده. ده هيخلصك من مشاكل البدانه وهيخلصك كمان من مشاكل المناعه. تمام. في بعد كده اللي هو ان احنا نقدم وجبات متوازنه للاولاد في المدارس لو عرفنا، ونفهمهم طبعا ايه الحاجات اللي هي فيها بروتين والعيش والفاكهه والخضروات، ونرغبهم فيها، مش تكون دي وسيله ثواب وعقاب. يعني لو حد نجح مثلا تديله تفاحيه مثلا تمر، مش هو ايه ده؟ ندخل التثقيف الصحي في المدارس، نمنع الباعة الجائلين، مهم قوي نغسل ايدينا قبل الاكل وبعده، وبعد اللي هو يعني الحمام مهم قوي جدا ان انا اغسل ايديا. انا يعني امراض بتنتقل بطريقه بشعه بسبب الايد بس ان هم ما بيغسلوهاش. بس حتى لو كل حاجه نظيفه كل حاجه كويسه يعني الناس بتقع بسبب ان مفيش نظافه. زي بالظبط يعني في ناس كده مثلا بيعملوا عمليه في مستشفى عاليه جدا جدا ويطلع العيان يموت عشان خاطر في تلوث. المناعه واقعه
بالظبط المناعه دي ببتدي احكم فيها ان انا اغسل ايدي كويس، غسلت ايدي كويس منعت امراض، وصلت لمستوى عالي، استفدت بالفوائد اللي في الاكل. وبالظبط همنع نفسي من الاصابه بالامراض السكريه والمعويه اللي بتعمل سوء التغذيه. في ممكن تاني الحاجه بقى اللي هنا عايزين نقولها اللي هي اهم حاجه، عقلك ينادي اين غذائي، هو يا ترى الغذاء والذاكره وصفه؟ اه الغذاء والذاكره وصفه. ازاي هم وصفه؟ اولا انا ببتدي باخد الاكل اللي بيفيد دماغي كويس، مش الاكل اللي انا بدور على طعمه حلو. انت بتاخد غذائك بس جسمه، يعني انت بتقول بدور على الحاجه اللي طعمها حلو، بس جسمك بدور على الحاجه اللي فيها فايده، اللي ما فيهاش فايده مش هياخدها. فلازم قوي تبقى عارف انت ايه اللي بتاخده، لا عشان خاطر تستفيد من بره ومن جوه، لان انت دلوقتي انسان عاقل، يعني سبحان الله الفطره بتاعتك تكون زي يعني تكون مثلا الخروف مثلا فطرته احسن مننا واحنا ما عندناش فطره. لا يعني لازم اهم حاجه ان انا اهتم بالحته دي. طيب الحاجات اللي بتغذي لي مخي اكتر حاجه اللي هي هنلاقيها في السكريات. سكريات ايه؟ السكريات المعقدة. السكريات المعقدة دي عاملة زي السفنجة، بيبتدي الجسم ياخد السكر بتاعه في الوقت اللي هو عايزه، فهيديني طاقة طول الوقت. إنما خدت السكريات السريعة، ادتني طاقة بسرعة، اتحرق بسرعة، خلص بسرعة، دخت بسرعة. فده هيخليه عندي ممكن يزول الإصابة بالأمراض، فهيسبب مشاكل تانية. فمهم إن أنا آخد السكريات اللي بيبتدي امتصاصها بوقت يعني بوقت على وقت طويل، اللي هنلاقيها في الألياف وفي الخضار وفي الفاكهة، بيبقى فيها كمية نشويات الجسم بيبتدي يمتصها. طيب ايه تاني؟ مهم اوي ان انا هاخد الحاجات اللي يكون فيها دهون. اكتر انواع الدهون المفيدة للجسم اللي هي دهون الاوميجا 3، اللي هي كانت فور حتى تقلت عليها، وقلنا ان هي بتبقى موجودة في الزيت الحار والاسماك، الاسماك الدهنية تحديدا والمقل. حاجة تانية برضو هنلاقي فيها الدهون الكويسة قوي، هنلاقيها في المكسرات، يعني أعلاهم هو الجوز اللي هو عين الجمل، بعد كده يليها اللوز نفسه، وبعد كده بتبتدي الدهون بتختلف. ممكن أنا آخد حفنة مكسرات آخدها في اليوم. طب حفنة المكسرات دي إيه؟ يعني رايح جاي أجيب لي قرطاس وأخلصه قرطين ثلاثة ولا ربع كيلو في اليوم؟ لا، ده هتنفخني وهتخليني مليان وتخين وكده. انا اخد الحفنه بتاعتي تبقى مقدار 6 او 7، يعني لو سودانيات هتبقى 6 او 7 بالظبط. انت تحط في ايدك الحفنه بتاعت اللي هو المكسرات وتقفل قبضه ايدك عليها، مش تخلي ايديك مفتوحه خالص، يعني ايديك متغطيه كأن ما حدش شايف ايه اللي في ايدك، هي دي الحفنه بتاعتك. انا لو خدت منها مثلا عين جمل في اليوم، او خدت رز، دي كويسه قوي قوي، وممكن اخدها كبين وجبات، اخدها مع رز بلبن، اخدها مع يعني لوحدها لو عندي زبده فول سوداني. في حاجه تانية اللي هو فيتامين اي، والفيتامين اي دي من الحاجات الكويسه جدا اللي هي مفيده للجسم، وبنلاقيها في الغالب بتكون في وسط الاكل اللي هو ايه، يعني هما في ناس بتحطها في وسط الدهون عشان تمنع الاكسده، لا بس هي بتبقى موجوده في وسط الحاجه اللي ربنا خلقها، وبالذات المصادر اللي هي بتكون زي جنين القمح، الذره اللي هي مثلا هنلاقيها زي في الفشار، في الصويا، في المكسرات اللي هي زي البندق واللوز والجوز، الخضار الورقي، الخس، في برضو السبانخ هلاقيها في وسط الكرنب، هلاقيها في وسط الزبدة، الزبدة اللي هي الزبدة اللي هي مش زبدة اصطناعي، العيش، السمك، اللحمة. فيتامين سي هلاقيه كويس قوي، هلاقيه في الفاكهة والخضار، وبالذات الحاجات اللي هي زي التوت والمشمش والكرنب والكيوي، ممكن برضه هلاقيها في الفراولة، المانجا، الليمون، السبانخ. جسمي هيحتاج ايه تاني؟ يحتاج فيتامين ب، هيحتاجه هنلاقيه في الفراخ، في البندق، في الكبده، في العيش، في العسل، في الحبوب الكامله زي البليله، في البطاطا. فيتامين بي 2 هجيبه من الكبده، من البيض، ومن الزبادي، اللحمه، العيش. يعني بصوا سبحان الله، يعني مفيش احسن من الحاجه اللي ربنا ايه عاملها طبيعيه.
في أطعمة بتحسن المزاج. اه هقول ايه الأطعمة اللي بتحسن المزاج. حاضر عيني. في برضو الحاجات اللي هي فيتامين B3، هنلاقيه في الكبدة، الفلفل، الفراخ، التونة. والتونة يعني لو عرفنا نجيبها، يعني لو عرفنا نجيبها اللي هي التونة الطازة أحسن من التونة اللي في العلب. الحاجات اللي بتبقى في العلب بيبتدي الأكل بياخد منها يعني بعض العناصر اللي هي بتبقى خاصة بالتصنيع، فبتبتدي بعد كده تعمل زهايمر، وغير إنها بتكون معادن ثقيلة في الجسم اللي هي بتسبب مشاكل بعد كده على حسب بقى العضو الضعيف. هيثم بيسأل التونة غير المفتتة أفضل؟ لا هقول لك بقى الحتة بتاعت التونة. التونة لو أنت بصيت على العلب، في تونة مكتوب عليها وايت وفي مكتوب عليها لايت. اللايت أحسن، التونة اللايت أحسن، إنما التونة الوايت هي لأ. دايما اللي بتكون التونة اللايت بتكون من سمك صغير، فما بيبقاش فيها زئبق عالي، فما بيكونش فيها معادن ثقيلة مترسبة فيها. التونة الوايت بتبقى من سمك كبير، فبيكون لو فيها يعني معادن ثقيلة في البحر فبتبتدي هي بتاخدها لأن هي خلاص كبرت. عشان كده برضه أفضل إن أنا آخد السمك الصغير، الفراخ الصغيرة، الفاكهة المشتريها تكون صغيرة. تمام. في بقى حاجة زي تاني ايه ممكن، السلمون. احنا كنا زمان بنسمع عن السلمون بس ما بقيناش نشوفه، ونروح نقول للراجل عايزين سلمون يطلع لنا التونة. الفطر اللي هو عيش الغراب، العيش، البليلة دي فيها فيتامين B3، فيتامين B6 هنلاقيه في الكبدة، في الدجاج، في الدقيق، بس الدقيق كامل، الأبو ردة، اللحمة، السمك، الفاكهة، الخضار، البيض. فيتامين B9 ده بنلاقيه في السبانخ، الجزر، الكرنب، الخس، اللوبيا الخضراء، البطاطا، الحبوب الكاملة. الحبوب الكاملة أنا هقول لكم الشعير، هتقولوا الشعير ده مش أكل إيه يعني، مش أكل بني آدمين يعني أكل، بس لا هو ده من أحسن حاجات على فكرة اللي بتحسن المزاج يا هيثم، عشان أنت بتسأل على أطعمة بتحسن المزاج، دي من أحسن الحاجات اللي بتحسن المزاج الشعير. وبرده الحبوب الكاملة برضو بنلاقيها في البليلة، الحليب، اللحوم. ممكن ان احنا برضو نلاقي فيتامين B12. B12 ده مصدره حيواني، يعني اللي يقول لك انا نباتي هتعرف ان هو واقع وجسمه تعبان، لان جسمه مش هيقدر يجيب فيتامين B12 لان مصدره كله حيواني. بيكون في الجبنه، في السمك، في اللحمه، في البيض، في الكشريات اللي هو الاسماك، الروبيان، اللي هو الحاجات اللي زي بتكون الجمبري، الحاجات دي فمصدره حيواني. الموز بيعالج الاكتئاب، صح، الموز بيعالج الاكتئاب، حتى الورد كلها بتاكلها وتضحك. وعلى فكرة لأن بيبقى فعلا فيها عناصر بتساعد على علاج الاكتئاب. الشعير بيعالج الاكتئاب. في ايه تاني؟ في حاجة تانية، في بعض حاجات تانية بس هي تعتبر وجبات، بس دي يعني دي أكتر حاجة أقدر ألاقيها قدامي، اللي هو التلبينة اللي بجيبه من دقيق الشعير. طب ايه تاني ممكن يبقى حلو قوي وينشطني كويس قوي؟ الحاجه اللي بتنشطني كويس قوي ان انا اخد الحبوب اللي هو عارفين زمان كان يقول لك الاختبار بتاع ان احنا ننبت الاكل، ننبت الحلبه، ننبت يعني البقوليات، الفول. احنا بقى نعمل دون بس في ايه؟ هنعمله في ال في ال اللي هو البليله وفي الشعير. لو طلع ورق اخضر يبقى كده انت بتاخد فايده جامده قوي لو حطيتها على السلطه، وهتنشط لك جسمك جدا جدا جدا. لو خدتها وهي منبته هتحس كانها طعمها زي الذره المسكره، وهتستفاد بيها جدا جدا. يعني دي بتبتدي النبته وقتها تطلع قيمه غذائيه غير ان هي وهي من غير ميه، يعني غير ان انت تاخدها تحطها على النار وانت بتاكلها طازه بعد كده. بتكون فيها مضادات اكسده عاليه جدا، وبتنشط الجسم، وبتنشط وفيها فيتامينات عاليه قوي، بتنظم الهرمونات اللي في الجسم. يعني انا لو قلت لكم مانجا من الفوائد مش هيكون فيها، مش هقدر اقول زي اللي موجود فيه. وبرده هنلاقي دون في الاكل المنبت اللي هو الفول النابت، الحلبه. نرجع بقى للحاجات اللي هي بتاعه زمان، الحاجات اللي هي بتبقى فعلا بتحس في ايه ربنا فيها وبتستفاد بيها. في سؤال، ايه المعلبات اللي ضاره زي التونه؟ بص كل حاجه مقفوله دخل فيها الانسان حط فيها ايده ابعد عنها،
دي نصيحة يعني، نصيحة يعني. هنحاول نبعد عن الدهون اللي هي المشبعة. الدهون المشبعة دي بنلاقيها في زيت النخيل، زيت جوز الهند، المنتجات الحيوانية ما عدا السمك. المنتجات الحيوانية هنلاقيها فراخ، جبنة، القشطة، اللحوم، وبالذات اللحوم المصنعة دي حدث ولا حرج يعني. يعني زي مثلا المشهور البسطرمة بالبيض. البسطرمة بالبيض دي أكتر من حاجة اللي بتسبب سرطانات يعني، أو اللحوم المصنعة والبيض. يعني في مواد مصنعة فيها اللي هي النيتريت، بتتحد مع البروتين اللي موجود في البيض، فبتعمل زي النيتروز أمين، ده بيسبب مواد مسرطنة جوه الجسم. طب ايه جسمك محتاج دهون تانية زي زيت الزيتون، زيت الكانولا، اللي هو اصلا هو الزيت ده منتشر اكتر في البلاد العربية، وهو زيت بذر اللف. كويس. في برضو انت هتحاول انك تزود من استهلاك زيت الزيتون. انت عارف لو جبت مثلا حتة عيش الصبحية قبل ما تمشي، حتى لو مش عارف يعني، انت بدل ما تشتري اكل تجيب عيش بلدي او عيش شعير، او تعمل بالشعير ده جزء منه عيش وجزء منه زي توست مثلا يعني، من دقيق وشعير، وتحطه مثلا في الفرن وتحط عليه معلقه زيت زيتون وتاخده، تبقى هي دي الوجبه بتاعتك، تاخدها بره وقت ما تجوع، هتبقى مفيده جدا جدا جدا، وهتستفاد بيها. فيها الياف وفيها زيوت مفيده، وهتنشط دماغك ومش تقيله يعني بجد. يعني انت حمص العيش كده وحط عليه زيت زيتون، او حط عليه زيت الزيتون وحطه يتحمر، وخده معاك وانت بدل ما تشتري اي اكل ثاني بره. خده مع الفاكهه، خده مع الخضار، يعني ده في حاله ان الاسنان بتكون سليمه. في دهون هنحاول نقلل منها زي هي بتبقى فيها اوميجا 6 بقى. احنا قلنا الاوميجا 3 حلوه قوي اللي احنا هنكتر منها. كويس. الاوميجا 3 دي بتبقى موجوده في زيت الكانولا وزيت الكتان اللي هو الزيت الحار، وجنين القمح. كويس. وفي الاسماك الدسمه اللي هي فيها دهنيه يعني، وهنلاقيها برضو يعني جزء منها بيكون فيها زيت زيتون. طيب ايه الحاجات بقى اللي هي الاوميجا 3 اللي هي حلوه جدا وبتضيع لي اي مشاكل عندي، اللي عكسها اللي هي الاوميجا 6 اللي احنا عايشين فيها ليل ونهار، عند القلايه بتاعت الطعميه، عند الراجل اللي بيجيب كبده، عند يجيب لك خلطه الزيت اللي هي زيت دوار الشمس، زيت الصويا، على زيت الذره، ويقول لك هو ده. في ناس تقول لك انا هاخد زيت الذره بدل زيت التموين. زيت التموين من احسن انواع الزيوت الموجوده في مصر يعني، ما حدش يقول زيت التموين ده وحش، لا. واللون الاصفر اللي فيه دليل على ان هو دي فيتامين ايه وفيه عناصر مفيده، انما في ناس تانية يعني هم بس بيروجوا الحاجات، يقول لك عشان ريحته، عشان مش عارف. لا، زيت الزيتون من زيت التموين من الزيوت الكويسه، بس انا ما فضلتش ان انا احمر حاجات كتير. طيب ابعد برضو عن الدهون الحيوانيه اللي هي المشبعه، اللي هتلاقيها برضو على فكره في الحاجات اللي هي غير مرئيه، زي البط، زي الحمام بتبقى عاليه، الجمبري. وخلوا بالكم على فكره، في ناس بره يطلعوا يقول لك ايه الزيت خالي من الكوليسترول. اولا الكوليسترول مصدره حيواني 100%، مفيش زيت نباتي فيه كوليسترول، مفيش زيت نباتي فيه كوليسترول ابدا، هو مصدره حيواني. انا بعتمد في الترويج الاعلامي ان انت انسان، ما يعني سوري، مش بتعرف ولا تفهم ايه الصح من ايه الغلط، فهقول لك كده فانت هتقول اه، اقول لك خالي من الكوليسترول، انت هتفتكر ان انا شايل الكوليسترول، لا، هو ربنا خالق الزيت النباتي ما فيهوش كوليسترول. الكوليسترول اصلا جسم اي انسان بيطلعه 80%، انت محتاج 20% من بره، انت بتاخد من بره قد 80%، بتاخد 180% من بره على 80 اللي عندك، فبيبتدي يحصل مشاكل في القلب وفي الشرايين، ويحصل جلطات بسبب نوعية الدهون نفسها. ابعد 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 عن الدهون المهدرجة. الدهون المهدرجة اللي بتبقى موجود فيها كل المشاكل اللي هي السمنة. لو انت هتجيب زيت تاكل بزيت احسن، ما تجيبش سمن مصنعي ابدا ابدا ابدا. السكر خده، احسن حاجة السكريات اللي هي بتكون من الحبوب الكاملة، النشويات اللي هتلاقيها فيها احسن من العيش الابيض. يعني العيش اللي فيه خالي شوفان، البسكوتة اللي فيها شوفان، اللي فيها قمح، اللي فيها رب، احسن. اما تاخد دون احسن ما تاخد كرواسون. الكرواسون ده هيكون على فكره من حاجات حتى بتعجن الجسم، وبعد كده يعني زي ما هي بتعجن في البق، بتعجن في الجسم، وبتعمل حاجات خاصه بالقولون مش كويس. تيجي تاخد المشروبات، احسن حاجه انك تاخد، لو هتضطر انك تجيب يعني، انت الثمره احسن يليها لو هتاخد عصير، العصير الطبيعي اللي هو معلهوش اي اضافات سكر مثلا ولا اي حاجه.
يلي الحاجات بقى يعني، يعني انا عايز اقول لك ايه، يلي الميه، مش عايز اقول لك اشتري حتى اي حاجه تاني، الكولا ابعد عنها، المشروبات الغازيه انساها، دي مش هتفيدك، دي هتضرك، اللي قبلنا ما كانوش عايشين عليها. الحبوب المجففه ممكن تكون كويسه معاك، تديك طاقه. الحلاوه الطحينيه حلوه تاكل منها، بس مش يعني كل حاجه باعتدال. انت لو خدت الحبوب بتاعت الخضار والفاكهه نفسك هتلاقيك نفسك ان انت يعني حاسس ان انت شبعت. طيب يا ترى في حاجات ممكن انا اقدر اخدها تخلي لي، تخلي يعني يخليني يعني احس ان انا نشيط او اكون كويس؟ احنا قلنا في حاجات كويسه جدا بتبتدي تخلينا نتنشط. اولا يعني السكريات الموجوده في التمر دي يعني عايز اقول لكم كويسه قوي، نحاول ان احنا ناخدها. تاني حاجه، في بعض الاعشاب انا هقول لكم عليها، بس قبل ما اقول عليها انا عايز اقول لكم ترتيب الاكل اللي ربنا خلقه. انا دلوقتي لو جيت خدت اكل بالليل غير اكل الصبح، الصبح الجسم مستعد يدي طاقه، بالليل لا، عايز يعني خلاص عايز يعني يخزن الطاقه دي ويخليها لتاني يوم. فانت خد اكلك حلو قوي الصبح، تاخد الصبح ايه؟ تاخد الحاجات اللي فيها بروتين. عارف البروتين لو جيت خدته بالليل، بروتين لما تيجي تاخده بالليل بيحصل مشكله ان الجسم بيبتدي عايز ايه، يعني هو الجسم دلوقتي هيطلع نواتج طاقه وهو دلوقتي مش عايزها، لانك دلوقتي بتبتدي تنام. فانت خد البروتين بتاعك في الوقت بتاع الصبحيه، اللحمه الفراخ الحاجات دي تاكلها يعني قبل المغرب. الاكلات الدسمه غير انها بتعمل قرف بتعمل مشاكل صحيه كتيره جدا جدا، يعني يعني القرف ده يعني احنا هنحس بيه، ان في حاجات تانية جوه بتشتغل بتبقى مشكله. الشاورما السؤال عنها، الشاورما يعني احنا لو عملناها بدهون يعني مش دهون يعني يعني ما خدناش حاجات فيها دهنيه وحطينا خضار معاها كتير، هتكون حلوه كويس. يعني هتكون المشكله اللي انا عايزه اتفاداها ان انا احط دهون كتير او اخد حاجات فيها مصدر دهون كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال تاني؟ لا هو كده مش في سؤال تاني. طيب انت هتاخد القشريات هتكون مفيده معاك. يعني انا عايزه اقول لكم مثلا في ناس تقول لك ايه، انا اشرب الا اكل الزبادي وانام. الزبادي ده احسن وقت ليه الصبحيه، اللبن ده احسن وقت ليه الصبحيه، هتستفاد بيه جدا، حتى الفسفور اللي فيه يبتدي يشغل جسمك. انت عايز الطاقه، والطاقه يعني عمله الطاقه بتبقى في الجسم زي الفسفور كده، بتدي لهم طاقه عشان خاطر يبتدي يشتغل، بتدي لهم يبتدي يطلع الروابط بتاعه الفوسفات عشان يشتغل. انت لو خدتها وقت الجسم محتاجها ده احسن بكتير قوي. انما بالليل لو انت خدتها بالليل بقى يحصل ايه؟ ممكن عارف انت اللي بيبقى عنده زي هالات سوداء تحت العين، دي بتاثر. عارفين لو انتوا كلتوا الاكل اللي فيه زيت زيتون وحط اللبن الصبح والزبادي الصبح والحاجات دي، انتوا نفسكم هتحسوا بنشاط وهتلاقوا وشكم وبشرتكم كمان اختلفوا. في حد حول بتقول لي ايه المشروب اللي ممكن اشربه بدل الشاي ويكون مفيد للانيميا؟ انت ممكن يا حول تاخدي حاجه تكون فيها مثلا ينسون، بس انت مثلا يعني يفضل ينسون مثلا، بس مش مثلا اولاد ياخدوا ينسون كتير لانها ليها تاثير عليهم، انما البنات ممكن تكون الينسون كويس معاهم اكتر كويس. ممكن بس مش لازم انك تاخديه عشان تنامي، يعني ممكن بدل الشاي. الشاي على فكره مفيد، وما قلتلكيش انك ما تاخديهوش، خدي شاي اخضر بس خديه في وقت بعيد عن الاكل. لو خدت شاي بلبن اعرف انك ولا بتاخدي قيمه الكالسيوم ولا بتاخدي قيمه الشاي. الشاي ده حطيه لوحده في اي حاجه، قبليه بساعتين وبعديه بساعتين في الشاي، استفيدي بالقيمه بتاعت الشاي ان هو من الحاجات المفيده جدا. الشاي الاخضر حلو، انما لو انت هتاخديه كميه كثيره او هتاخديه تقيل او هتغليه، ده اللي هيكون مسيء جدا ليكي. طيب في يعني انت تقدري تستغليه بس بصوره كويسه. طب على فكره في سؤال تاني، الناس اللي بتفضل تشرب اللي هو النسكافيه، انا عندي انك تاخد القهوه احسن من النسكافيه. ارجع للحاجه الطبيعيه، النسكافيه انت لو مسكت هتلاقي فيه مواد مضاده للتكتل ومواد حافظه ومواد مش عارفه مبيضه، هتلاقي 100,000 وكم ايه كده جنبيها كم رقم، اي نمبر جنبي كم رقم. فانت مش بتستفاد بالقهوه حتى كقيمه غذائيه. عايزك تستفاد بالقهوه كقيمه غذائيه اشربها قهوه، بس هتاخدها فنجانات بسيطه جدا كويس. تبتدي بعد كده انت ممكن تعمل من الذكاء بتاعك
والذاكرة تبتدي تنميهم. انت لو كلت صح هتعرف تعيش صح وهتتبسط قوي وانت بنفسك هتحبها. يعني يا ريت حتى بعد كده تبقوا تقولوا لي اه احنا حسينا بالاختلاف اللي في حياتنا دون، يعني ولقينا فيه اختلاف قوي وحياتنا اتبدلت وبقت احسن. طيب يعني احنا هنحاول يعني حاجات هتفيدنا في الذاكره والذكاء، اننا هتبتدي اتنفس، اتنفس بالراحه واتنفس بعمق واتنفس كويس، كاني باخد الهواء اللي في الاوضه كله. زي ما الاطفال الصغيرين بتبتدي تلاقي بطنهم بتطلع وتنزل لانهم بيتنفسوا صح. اتنفس تاني من جديد، اتنفس صح. الاكسجين مجرد ان بيوصل للدماغ بيحسن الحرق جدا جدا، يعني الدماغ عايز اكسجين وعايز سكر، وبعد كده ممكن تديها شويه طاقه او تديها شويه دهون مفيده ليها هتفيدك. انما يعني الدماغ دي بتاخد من السكريات، لازم تاخد سكريات ولازم تحرق سكريات، ولازم سكرياتها تكون مش من السكريات البسيطه اللي بتخلص بسرعه، لا لازم السكريات المعقده اللي بتبقى في النشويات. يعني يا ريت تكونوا الحته دي يعني استوعبتوها كويس قوي، تقدر انك تربط بين الذاكره واللي بتذاكره ازاي، بين الذاكره والذكاء ازاي. عارف لو انت عندك ماده كويسه وجيت اكلت جنبيها اكله حلوه قوي، كل ما تشوف الاكله دي هتفتكر الماده، وممكن لما تيجي تحل في الامتحان تفتكر الاكله دي وتفتكر الماده بتاعتك فتتبسط قوي. فدي هتقدر تعمل لك ربط، يعني حتى تلاقي كمان فاكره اما كان الحته الفلانيه وقت ما جيت كلت معاها حاجه معينه. حاول تربط الحاجات الكويسه مع بعض، تربط مثلا اكله بتحبها مع ماده او اكله مع ماده تانية. وبرده في حاجه تانية، انك تقدر تربط الذاكره بتاعتك بحاجه تانية، انك تحط معاها عصور. يعني مثلا انت بتيجي تشرب عصير برتقال او ليه نكهه برتقال كويس، بتيجي تاخد نكهه البرتقال دي او يعني قشر البرتقال بتشمه اكتر وقت ما بتيجي تذاكر الرياضه، فبيخليك بتفتكر الرياضه وانت بتبقى مبسوط وانت بتحل الحاجه، فهتعمل لك رابط في الذاكره عالي. ممكن انت بتحط عطر مع كل ماده معايا، مثلا ماده تحط لها عطر وماده ثانيه تحط لها عطر ثاني. يعني دي على فكره من الحاجات اللي بتنشط الدماغ جدا وبتنشط الخلايا بتاعت الذاكره. حاول ان انت تاخد في حاجات بتساعد المخ شويه، ان بتمدله يد العون يعني ان هو يبتدي يبقى كويس. طبعا بغض النظر ان انا اتعاملت مع الحاجات اللي هي المفروض ما اخدهاش، منها مثلا الحاجات اللي هي المعادن الثقيله اللي الاقيها زي في الزئبق او زي في الالومنيوم مثلا، اللي هي ممكن بتجيلي من الاكل او من الادويه المغلفه او من الاسبرين اللي بتعملي. ممكن يعني انا ممكن افتكر بضيع صداع وانا بجيب لنفسي زهايمر، او يعني في حاجات معينه كده بتبتدي ما بتبقاش كويسه ببتدي ان انا اتجنبها. بنام كويس قبل الامتحان طبعا، باخد حاجات بتكون انا عايزه اقول لكم ان الزبادي من الحاجات اللي فيها خمائر عاليه وحلوه جدا جدا للجسم وللجهاز الهضمي، حلوه جدا واحسن وقت ليها الصبحيه، احسن وقت الصبحيه. والاسماك كويس، الاجبان اما اخد الاجبان اخد الاجبان البيضه احسن من الاجبان الصفراء، الثانيه بتبقى عاليه الدسم، يعني دي بقى من تعتبر من الاكلات الدسمه، فانا اخد من الاجبان. اخد الحبوب الكامله، اخد اللي هي القمح قلنا والشعير ونحاول ننبته عشان نحافظ على الخلايا العصبيه بتاعه الدماغ بتاعتنا انها تبقى عايشه فتره اطول وتؤدي مهامها بصوره احسن. طب في مكملات غذائية؟ أو في ممكن مكملات غذائية بس دي يفضل تحت الشخص الطبي طبعا، هي بتبقى أعشاب يعني، هي بتبقى ليها وظيفة شوية إنها بتساعد على وصول تيار الدم على الدماغ، منها زي يعني بس طبعا دي بتكون ليها تأثير شوية على ليها تأثير إيجابي على الذاكرة، مش من ناحية كده أكتر إن هي بتسبب إن يعني تيار الدم بيكون كويس يوصل للدماغ فبيحسن من اداء الدماغ. زي مثلا الجينكا دي تعتبر من الحاجات اللي هي يعني كويسه، بس في نفس الوقت في بعض الناس ممكن ياخدوها تسبب لهم مشكله جامده جدا، فانا ابقى مهتميه قوي لان ابقى عارفه الحاجه دي ليها اضرار ايه، بتاثر معايا على ايه. في ناس ممكن تاخد الجينسنج، بس الجينسنج ده بيأثر معاهم ممكن على السكر او بيأثر على ضغط الدم،
يأثر على الكلى. فمش بإطلاقا إن أنا أخذ الحاجة دي، وخاصة لو في حد عندي في العيلة أو في حد أنا أعرف عنه إن هو مريض صحي. طيب في إيه تاني ممكن إن أنا أقدر إن أنا أخذه؟ أقدر إن أنا يعني أنا أفضل إن طبعا يعني كل الحاجة اللي أخدها تكون مصدرها طبيعية، دي هتفيدني قوي. مضادات الأكسدة، طبق السلطة ده حلو، الفول أبو زيت الحار هيساعدني قوي. دي أحسن حاجة، اللي هو عين الجمل مفيد جدا، يعني ده اللي أنا أقول لكم عليه يمكن أحسن حاجة كويسة قوي. لو جه حد خد أدوية بتاعة الذاكرة فأنا أو التذكر، فخلوا بالكم إن الأدوية دي بتبقى ليها شغل، يعني لو حاطينلي شوية بيأثر بعد كده نفسنا، بيوقع الواحد. فنحاول إن احنا نبعد عنها أكتر، إن احنا نستفاد بالأكل الصحي، يعني ناخد الأكل اللي يفيدنا على كل حال. ودوًا كان يعني إيه المعلومات اللي أنا حبيت أقولها لكم وأوصلها لكم. بس تقول هنا سأل سؤال، الشاي باللبن هو كويس؟ لا مش كويس الشاي باللبن، اللي أحسن منه إنك تاخد اللبن لوحده والشاي لوحده، هتستفاد بالكالسيوم بتاع اللبن، إنما اللبن بتحطه مع الشاي مش بتستفاد بيه، الكالسيوم بيتحد مع عناصر موجودة في الشاي فمش بتستفاد بيه. تاخد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي وتاخد الكالسيوم اللي موجود في اللبن، بس تاخد ده الوقت وده الوقت، وبرضه زيها بالظبط زي الكاكاو باللبن والقهوة باللبن. كويس. في صفحة أنا أحب أوصل لكم إنكم يعني تتفاعلوا معاها، الصفحة دي كويسة يعني إن شاء الله تفيدكم بإذن الله. ثواني بس عشان في مش عارفة في أسئلة كانت اتفتت أو لأ. جزاكم الله كل خير. الصفحة دي بتقص حكيتكم جدا على مستوى برضو إنكم تعرفوا إيه الحاجات اللي تسيبكم غذائيا واللي ما تسيبكوش، لأنها يعني ناس كويسين جدا اللي جزاهم الله خير، صاحبها دكتور جميل. ثواني بس بعد إذنكم أحاول إن أنا أوصل لكم الصفحة، هي خاصة بالغذاء الميزان، فكرتها رائعة جدا، وده دكتور ما شاء الله عليه في يعني في العلم بتاعه وفي الحاجات اللي انتوا هتستفيدوها منه. هجيب لكم الرابط بتاع الصفحة. وإن شاء الله انكم استفدتم بإذن الله، ويكون وصل لكم معلومات تكون مفيدة. وأصلا كنت طولت عليكم معلش، وكان حد فاهم في زمان خطر معي. دايما تخلي اللبن بتاعك هو أحسن من أي حاجة تاني، استعد بيه عن أي عصير وأنا حاجة تاني بره. دي كانت حملة لشرب اللبن في دولة من الدول العربية. الشاي باللبن زي القهوة باللبن زي الكاكاو باللبن زي الشاي باللبن كلهم كده يعني. فنحاول إن احنا إيه يعني ناخد ده لوحده وده لوحده. لحظة هديكم الرابط بتاع الصفحة اهو. صفحة دكتور جميل الكوست دويك، من الصفحات المحترمة جدا جدا جدا. حاول انك انت توصل للطبق الصحي بتاعك، اذا كان نموذج لطبق صحي حاول ان انت تعرفه وتقدر ان انت تمشي عليه، لان ده اللي جسمك محتاجه مش الاكل ولا الطعم اللي انت بتجري وراه يا استاذ ملازم. على فكره برضو انا حابه اوصل لكم ان الجنزبيل من الحاجات اللي هي ريت انتوا يعني هتنشط معاكم، هتنشط معاكم حلو قوي، وهتلاقوا الطريقه بتاعت احسن استفاده ليها ازاي وكده، هتلاقوها في الصفحه ان شاء الله باذن الله، او حتى كمان صفحه دكتور جميل، يعني هتستفادوا ان شاء الله باذن الله. بس ما تخلوش انكم يعني تعملوا زي الناس اللي بتجري ورا الطعم. على فكره انا يعني عايزه اقول لكم، انا يمكن الاول اول ما كنت بتعلم الحاجات بتاعه التغذيه ديت كنت ببقى يعني عماله اقول ايه وانا هتحرم من كل ده. بعد كده من الوقت انا صراحه بقيت اقرف جدا من اي حاجه بلاقيها بره مش طبيعيه. بقيت يعني حتى انتوا لو خدتوا بالكم هتلاقوا البطاطس زمان كان طعمها غير دلوقتي، طعمها دلوقتي مجنح وغريب
وتلاقوا كمان الحاجات الخضراء يعني لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا حرفها اخضر، دي على فكره من السموم اللي بتبقى موجوده في ماده البطاطس، البطاطس الخضراء واللي هي بتبقى موجوده على القشره بتاعتها، ودي هو اللي احنا بناكلهم دلوقتي مش هيقشروها يعني، اكيد اللي طالع بره غير يعني المحلي غير اللي طالع بره، حتى انت لما تشتريها من محل او تشتريها من راجل خضري لو لقيتها خضرة ما تشتريهاش، يعني دي من السموم اللي بتبقى موجودة فيها. خلي بالك وانتبه، ما كنتش انت تحافظ على صحتك ولا تخلي بالك من نفسك، محدش هي يعني هيهتم بيك اكتر منك. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يشعر به إلا المرضى. فنسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم، وبعتذر إن كنت أنا طولت معاكم أو في حصل أي تقصير مني، وفي الآخر أحب أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.